للاسف الصوت بيطلع واطي قوي بتاع كومنتو. صوت انا بيطلع كويس، بس هو حد خلاص انا اشتكى بدأت لي تسجيل، في الناس اللي بيسمعوا محاضرات، فعشان كده انا ابتديت. بدأت، انا خلاص يا دكتور، انا خلاص بدأت اه اسجل اصلا طيب ماشي، الريكورد شغال. طيب ماشي، اوكي نبتدي. معلش ثانية واحدة بس، أنا هعمل الحاجة من الأول، بس لازم نجيب السلايد من الأول ونحطها دقيقتين بس. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد التسجيل يبقى بعتها لي على البتاع يا حاضر، دكتورة. هبعتها على الجروب ولا حضرتك عايز على البرايفت؟ ابعتها لك، مش لا مش مشكلة، برايفت، هبعتها لا لك بعتها لي على على التليجرام. التليجرام. ايوه تمام. تمام، عشان نرفع حالهم، بس الناس ما بيلحقوش يحضروا. طيب نبتدي اول حاجه. الدكتور ماجد، تفضل دكتور ماجد، عشان بس ماشي يا التسجيل. باشا، اوصف الحاله وقول لنا ديفريشال دياجنوس. ماشي. ام ار اي مالتيبل سيكونسز اكزيال وكورونال وسجيتال، شايف ان في رايت اكستراكونال ويل ديفايند ليجن شوينج سوبرا اوربيتال اكسترا سوبر كونال. اوربيتال، اوربيتال شوينج هاي سيجنال انتنسيتي في تي 1 وهاي سيجنال انتنسيتي في تي 2، تمام. وعامله سبريشن وسبريزد في اه لو الفات عملنا سيل، فات سبريشن حصل سبريشن للليجن، ومش مظبوط. نو ايفيدنس اوف كونتراست انهانسمنت ان ذا اه بوست لما كونتراست. حملنا سابقة ما خدش سابقة. طب ايه الديفريشال دياجنوز بتاعك اللي بيبان موست هايبر وهايبر؟ فات كونتيننج، موست فات كونتيننج ليجن، ممكن فات ديرمويد، ممكن ايبيدرمويد، ممكن لايبوم. مظبوط صح، ما ينفعش بلاد لانه فتحصل له فات سبريشن. لو كان بلاد يبقى بالظبط، ما حصلوش فات ما سبريشن. يحصلوش، ما يحصلوش سبريشن. مظبوط. مظبوط تمام. فهي فعلا ممكن تكون درمويد او ايبي درمويد، فعلا هي طالعه في البتاع درمويد سيست. ماشي سر اوربت. طيب دكتور احمد نجار، تاني حاله، ده حاله بيور دكتور يعني. دي تمام. ده فلير، وده الايمج سورس بتاع الام ار اي، وده الام ار اي، وده بيرفيوج. اتفضل قول، اوصف كل صوره لوحدها. انا شايف في الاكزيال فلير في الهاي فرونت اوبريتال ريجن تمام شوينج جايرال باترن اوف ابنورمال هاي سيجنال انتنسيتي افكتنج ايوه الكورتكس اون بوث سايدز تمام. مور على الليفت سايد. مور على ليفت سايد طبعا، يبقى و في مالتيبل فوكال اريا اوف مالتيبل هايبر فوكال انتنس. ارياز. تمام كده، مظبوط واخده الجايرا، واخده الجايرا تمام. ديستريبيوشن. تمام اوكي. طيب الصوره دي هتطلع لك فاتك في حاجه؟ الصور دي حضرتك بتقول ان هي دي السورس، يعني دي السورس، دي الصور الام ار السورس. ان جي، صور السورس ان جي بتاع الام ار سورس ان جي. مظبوط. فانا شايف ان في ديكريس في الـ او نان اوباسيفايد ليفت سيريبرال ام سي اي برانشز مثلا. انا شايف ان في هنا في برانشات الام سي اي على ليفت سايد نان اوباسيفايد نان اوبسفايد. او ليس ان نمبر كومبيرد تو يعني ذا رايت سايد. عددهم قليل كده. اوكي تمام. ده اللي انا استفدته من الصورة دي. طب بص الام ار اي، لو رجعت الام ار اي ممكن ترجع للصورة دي تاني. الام ار اي طب انتجت في ايه؟ الام ار اي شايف ان النان اوبسيفايد او نان فيجواليزد ام سي اي as well as their branches برضو مش non ossified left left middle cerebral artery يعني بص و هنا رايت ميدل كويس تمام، والانتيريور كويس، والانتيريور سيريبرال on both sides الانتيريور سيريبرال كويس، لكن هنا الليفت ميدل سيريبرال artery الميدل سيربرال مش باين هنا. ماشي، تمام كده. او وحتى تمام. الكافيرنس بورشن بتاع الانتيريور كروسس برضه مش قادر تشوفه. بس هنا لو بصيت دي كلها بلاد فيزل في التي 1 يا احمد، هتلاقي تمام. الحته دي فيها بيرفوريتد انا شايف كتير زحمه شويه، معناها غالبا الارتري اللي خلالها مقفول. لما جينا في عملنا في ده الام ار ايه ما شايفيش البتاع ده، الكافيرنس بورشن بتاع الانتيرنال كروس الارتري او السوبرا كلاينويد بورشن مش باين، دي والانتيرنال ارتري يبقى مش باين. تمام كده، يبقى دي مويه مايه ديزيز بقى. طب لما عملنا له بيرفيوجن، استنى بس ما تستعجلش، تمام. لما عملنا له بيرفيوجن ايه اللي ظهر؟ انت عارف تعرف حاجه لا عن لا لا البرفيوجن؟ لا لا البرفيوجن انا مش بشتغل برفيوجن خلاص، بس ما اشتغلش. بص الحتت البيت دي الوان دي هايبو برفيوزد، تمام. يعني فيها اسكيميا، يعني الحتت دي النورمال.
مع بص الرايت سايد اوف ذا برين كويس، لكن الليفت فرونت ريجن دي فيها هايبر فيوجن، هايبر فيوجن يعني بلاد سبلاي اللي وصل لها قليل. طب ليه انت قلت مويه مويه؟ ايه ده ليه؟ هو ده فينو اوكلوزيف ديزيز كاركترايزد باي اوكلوجن لل او نان انفلاماتوري ايديوباثيك فينو اوكلوزيف ديزيز بيافكت تمام السوبراكلاينويد بورشن اوف انترنال كارويد ارتري على وان سايد. مظبوط صح. ده الخلايا الكلو ايه بتاعي الخلايا دي. الكرايتيريا كده احيانا بشوف الانجيوغرافي بنعرف اسمها ايه؟ بف سموك سموك يا بحمد بف في سموك. بف سموك. عارف يا جماعه بيدخنوا لما يحط الدخان كده معاه مره واحده كده اسمها بف سموك. هو فعلا مويه مويه صح زي ما قلت مظبوط، تمام برافو عليك. تمام ماشي. بيبقى فينو اوكلوزيف ديزيز وتبقى قارن مويه مويه، ده احيانا بيجي بس بيجي بتوع الماجستير شورت يعني سؤال مويه مويه. ماشي يعني دكتور اللون الأزرق في البرفيوجن ده هو النورمال آه. انا البرفيوز؟ هديكم بص انا هديكم محاضره، في محاضرتين باقيين في الادفانسد، لنشوف فرصه. انا قربت اخلص محاضره الديفيوجن والتراكتوجرافي تنسور ايمجينج تراكتوجرافي، واخر واحده تبقى البرفيوجن الابلكيشن يعني الديفيوجن والتنسور التراكتوجرافي والابلكيشن والبرفيوجن ابلكيشن. المفروض تبقى عارف حاجات دي لانه تجي لك ممكن حالات فيها بتبقى فاهم ده ايه، انت تبقى عارفه في هنقوله ان شاء الله هنبقى نحدد ميعاد معاهم. طب ايه هي الفوكال اريا اوف هاي سيجنال في الليفت بيزال جانجلا دي يا باشا؟ حضرتك بتقول ان هي يعني اتمس ما فري دي بيرفيوجن يعني كلها كولاترال فيسل كلها يعني، كلها بس ده تمام. انهانسد يا دكتور احمد، مش حتة تخصائي اسكيميا، ده حتة ايوه انهانسد فيسل، ففي زحمه في الانهانس في كولاترال لانه الارتري ده مقفول، السوبراكلينويد بورشن اوف زنتينا كوز الارتري مقفول، فالميدل سيربر مش شايفه خالص، فعشان تتغذى الحته دي فيها كولاترال. لكن لما عملت لها برفيوجن حصل فيها هايبو برفيوجن، ما في بلاد مش زي الناحيه اليمين فيها برضه هايبو برفيوجن، ممكن عنده عرضه يجي له انفاركشن في اي وقت. ماشي تمام يا باشا. كويس انت يعني ده ما ينفعش اعتبره ام سي اي عادي يا فندم؟ ام سي اي اكلوجن عادي؟ بص ام سي اي اكلوجن لازم يديك انفارشن برومبتلي على طول، اه لكن تمام هي الفاسكولاريتي اللي متكونه وكتيره ومعناها حاجه من لونج تايم يعني حاجه تمام فينو تمام اوكلوزيف ديزيز من فتره كبيره. ماشي لكن هي الفكره، حط اي حاجه انا ما عنديش، بس مش اكيوت، حاجه كرونيك ممكن سروم بس بتقفل شويه بشويه وبيطلع كولاترال. ماشي والمويه يا باشا هي ما ريستريكتد في الديفيوجن زي ريسنت ولا هيبقى برضه هيبقى فري هيبقى فاسيليتيد في يبقى الديفيوجن غالبا فاسيتي ديفيوجن لان ما حصلش فاسيليتيد عشان انفاركشن كروني؟ اه عشان بالظبط كده كرونيك وكومبنسيتد ديفيوجن تمام غالبا بتاع. لكن هنا ده لو ثرومبس او اكيوت بيبقى دي فيها ديفيوجن ريستريكشن في اللي عملنا ديفيوجن. تمام يا باشا. رضا قول يا رضا، بعد كده هنقول ده اما ارض ام ار اي ام ار برين اي برين سبايل اكزل وساجيتال وصباعي ريس كونتراست ريس بوست كونتراست. كونتراست. اوكي شونج ليفت سيربيلر هيمسفير شونج سيستيك ليجن ليفت وذ ده انهار رايت يا رضا، انت عندك سوري رايت معلش عندك الدايركشن انا قلب التليفون قلب التليفون قلب التليفون سيستيك ليجن وذ انهانسنج نديول. اوكي انت سيستك وفي انهانسنج نجوم مظبوط، تمام واخد رايت سيريبيلر ريجن رايت سيربيلر ريجن وفي سيجيتال واحده تانية واستجدل في هي دي لا واحده بقى تانية بس واخده عندي الفورة من ماجنم عند التونسل بتاعت يعني تحت البرين التونسل ستيم يعني في البرين ستيم عند البرين ستيم. اوكي برضه فيها وفي انهازنج فيها انهانسنج سيستم نجوم وفي واحده تانية برضو في الانترا كورد دورسال ان ذا كورد كورد. اوكي انترا جورال يعني برضو انها اسيستك ليجن وانهانسنج انتراميدالري طبعا انتراميدالري انترامدالري هيمانجيوبلاستوما موستوكوما ليجن هيمانجيوبلاستوما هيمنجيوستوما. او لما تبقى مالتيبل هيمنجيوستوما تبقى ايه معاها؟ فون فون هيبل ليندو ليندو فيل هيبل ليندو دي بس بعد المفروض نعمل بقى كاتس الابدومين ونبص على مظبوط السوبرايين على صح الكدني وكده. تمام. هي دي فعلا بيبقى مالتيبل هيمنجيوبلاستوما ولا فون هيبل، لكن لو واحده بس ممكن هيمانجيوبلاستوما عاديه ما فيش اي مشكله. لكن لو شفناها مالتيبل نشوف الرينال لو في رينال سيل ماس بتاع بنكرياتك كده بنكرياتيك تمام نشوف كذا حاجه. ماشي دكتور الاست ماشي يا فندم. انا ممكن اديك هيستوري على العيان ده، بس الاول اشرح لنا وانا اديك هيستوري على العيان. سي تي وام ار اي بترس بون تمام. عندي الام ار اي تي 1 خلينا سي في تي الاول، اوصف سي تي سي اسهل. تي في
في اوستيوليتيك بوني ليجن ميت او ميكسد ليتر اند سكلوريتيك بوني ليجن السين ات ذا بيتراس بون ذا لاترال بارت. شايف ان هي داخله على يعني تز سين اكستندد تو ذا انترنال اير ستراكشر كلوتشد على الانترنال اير وعلى الميدل اير ستراكشر وعلى الميدل اير تمام وداخله ممكن يعني شويه على بدايه الماستويد ايرسل تمام السيمي سيركولار كانال والكوتليا غالبا دي افكتد تمام. طيب في الام ار الام ار اي مدي لي سوفت تشو سيجنال واخده هيتروجينال سيجنال انتنسي ده بوست كونتراست ولا غالبا بوست كونتراست فيها انهانس واخد هيتروجينال جاي بين بين السيجمويد ساينس والانترنال الانترنال كاوزد ارتري الليمفاتيك ساكت تيومر ده هو ايه الديفرنشال دياجنوز. طب العيان اللي عنده فون هيبل سندروم عنده فون هيبل لندو انا غششتك فون هيبل هيمانجيوبيريسايتوما ما عنده فون هيبل فون هيبل يبقى ايه ما انا غششتك عشان تقول لي التيومر ده ايه ما انت ممكن فون هيبل ما انت ما تعرفش العيان ده هل عنده برايمري عنده مش عارف ايه ما تعرفش ماشي ولا ماشي ديفرنشال ماشي ديفرنشال سنه ما قد واحد يعني ممكن ميتس ده ممكن ممكن بس في حاجه بتيجي كومن مع الفون هيبل يا دكتور محمد هي سهله بس انت لو قريتها حاجه اسمها اندوليمفاتيك انفيكتيك انا قلتها اول حاجه ما انا عارف ما قلتها بس انت لما قلت لك فون هيبل غيرت رايك فقلت انت قلتها كده شفت حاله شبهها فلو فون هيبل ده اندوليمفاتيك ساك تيومر ده كومن مع العيانين فون هيبل انا عارف انت قلتها بس لما قلت لك فون هيبل رحت غيرت كلامك لا انا ما اعرفش انها اسوشيتد مع لا ده اسوشيتد مع كومن مع الفون هيبل اندون ديزيز فدي اندوليمفاتيك ساك تيومر ماشي فانت والله اقول له انا يعني ما اعرفش الهيستوري عندي لو فون هيبل تبقى اندوليمفاتيك لو مش فون هيبل ممكن تبقى بتاع ده بس هي صعبه اوستيومايلايتس او بتاع يا باشا من غير فون هيبل هي ده تيبيكال لوكيشن للاندوليمفاتيك ساك تيومر ماشي من غير فون هيبل برضه تيبيكال لوكيشن مظبوط هو في الاندوليمفاتيك ساك تيومر بيجي هنا فعلا بس هو لو فون هيبل بيبقى كومن مع الاندوليمفاتيك ماشي تمام باشا معلش هو ممكن نقول هنا برضه كديفرنشال دياجنوز الحاجه بتاعت الجاجل والفصه يعني هو برضه الليجن قريب من ممكن برج انجليوم ممكن بالظبط عشان كده نقول ديفرنشال يعني وفيها بيبر سولت ابيرنس كله ما ده ديفرنشال معرفش العيان انا ليه وجهته في الاول عشان يقول الاندوسيمفاتيك لكن هو قالها هو باشا هو الاندوسيمفاتيك وساعات بيبقى لاترال كمان مش يونيلاترال ما ليه هنبقى لاترال ساعات بيبقى لاترال في الفون هيبل بيبقى لاترال مش يونيلاترال مظبوط هنبقى بايلاتر بس ممكن يكون له بايلاتر بس انت لو حطيت البرج انجليوم او البتاع ده فيها الوتر اسمها البيبر سولت ابيرنس برضو دي بيبر سولت ابيرنس تقول عليها برضو فيفيد انهانسمنت في انهانسمنت خلاص يبقى فون هيبل سندروم وز ليفت اندوليمفاتيك ساك تيومر بين الاي سي اي اي سي اند ذا سيجمويد ساينس تيرنك اوت ارتي سيجمويد ساينس دي سهله في حد ماجستير خلي حالات سهله تمام في حد معاكم ماجستير ولا كلهم داخلين امتحان ده بحد يقول لا مش ماجستير حد يقول دكتور طب الماجستير امتحانهم بعد بكره ربنا يعينه ده هي برين حتى برين فيها هيرنيشن يعني دي كده يا دكتور يا رضا الموضوع حالة سهلة أقول ماجستير يا رضا يبقى يا دكتور لا لا هي بص سهلة في ديفكت هنا في الفرنتال بون وفي هيرنيشن ايوه بس انت قايله بتردد مش قايله بثقه يا رضا لا والله لا بس لا 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 بقول لك انا عندي الحاسه العشرة مش الحاسه والله يا دكتور لا 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 قايله بتردد لا لا ما على طول ديفرنت واسمه بس يبقى الجزء الهرنيت بس يا باشا الجزء الهرنيتد اوف لوور سيجنال انتنسيتي ذان ريست اوف برين ليه كده باشا لا باشا هو بس الحته دي اصلا لا لا اللي تحت لا لا ما دخل في النيزل كافت فيها في فلويد هنا احمد بس دي كلها برين هيرني وفي تي 2 يا باشا اكتر باين هو كويس في تي 2 يعني تي 1 هو اللي شويه هي تي 2 باينه حلو مظبوط يا باشا دي فرونت ونيزل انفسيفالوسيل هي قالتها متردده عشان كده والله يا دكتور عارفه هتقول لي هقول لك انفسيفالوسيل
ما تتأثر الامتحانات دي في التردد بيبقى حتى بيكلمنا في حالة دي، بس عشان اللي انا اعرفه متكلمه، مين ما اتكلمش يتكلم، سي تي تشيست و سي تي ابدومين، مين هيوصف يا جماعة؟ ايوه يا دكتور، انا معاك وسام. وسام انت دكتوره؟ دكتوره وسام، ايوه يا دكتور. تفضل يا وسام، تفضل. دكتوره يا دكتور، دكتوره ماشي. دكتوره نظري، دكتوره نظري. نظري شاطره مستبيعه بقى، بتحضر محاضرات لغايه دلوقتي. قولي يا وسام. لا دي اللي تحيله. ما عرفت هي دي بوس كيدني صح؟ اه بوس كيدني، دي كيدني ودي كيدني وده تمام. لا ولانج. اوصفي بوست حضرتك وهنقول كونتراست ديفرنشال دايجنوز. ده اكسيال بوست كونتراست سي تي سيلكتد ايمج في ابدومن شوينج باي لاترال فات دينستي او فات اتينويشن ليجن انفلتريتنج بوست كيدني. ايوه تمام. هو قصدك دول يا دكتوره وسام الحاجات اللي بيشاور عليها وسام؟ ايوه تمام صح. فات دينستي ايوه باي لاترال رينال فات دينستي ليجن انجيومايولايبوما. تمام. انجيومايولايبوما بقى في كمان رايت بوستيرور برا 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 رينال ويل ديفايند. ايوه كوليكشن. مظبوط تمام. الكوليكشن ده غالبا دي انجيومايولايبوما حصل على ان توب هيموريدج، ودي صح ممكن تكون سبب سبب كبسولار هيماتوما. مظبوط برافو عليك. ايه تاني فيه؟ خش على الشيست بقى، خش على الشيست. رضا بتوجهك مش عارف توجهك ان انا اربطهم مع بعض صح؟ اكيد. ما انت دكتور ازاي مش عارف تربطيهم مع بعض؟ هي حضرتك جايب يعني اللور كاتس بتاعت التشيست يا دكتور، حاجه كده صغيره كده يعني غتاتة بقى يا رضا. يعني السيست ليجن الصغير ده، السيست ليجن اللانج. بصي اللانج، بصي يا دكتوره اللانج فيها سمول بالمونري سيست واحده. عايز يقول لام، يعني عايز يقول لام سمول بالمونري سيست. استنى بس خليني اتكلم. ممكن نربطهم مع بعض في دايجنوزيس يا دكتورة؟ ما هي رضا قالت لام صح؟ تيوبرس سكليروزيس يا باشا. ما ينفعش لام، لا اللام ما يجيش مع انجيولايبوما، اللي يجي معاه بالمونري سيست وانجيولايبوما هو مين؟ تيوبرس سكليروزيس. والعين ده عنده سيجر، بيجي له تشنجات، فده تيوبرس سكليروزيس. تيوبرس سكليروزيس مع ايه؟ مع بالمونري سيست ومع انجيولايبوما في السكيدني ومع سب كابسولار هيماتوما في ممكن نشوف مع حاجات تانية. بص على البنكرياس، بص على البرين، ونبص على حاجات تانية. فلازم ما تنسيش تيوبر سكليروز، مش في اي بيلات الانجيوم ولا ما تنسيش تيوبر سكليروز ومع بالمونري سيست وانجيولايبوم سب كابسولا رينال هيماتوم. طيب الحاجة عايز حد يوصفها لي ويحط لي ديفرنشال دايجنوستكس. حاجة حلوة قوي شفتها على النت وحطيتها. مين علي الدور؟ دي يا باشا أولي لا أولي. فيش حد غيرك سيد أحمد؟ في حد ما اتكلمش؟ مين ما اتكلمش؟ طب في حد عايز يتكلم غيرك؟ لو ما فيش حد اتكلم انت، هو اللي بيتكلم هو اللي بيستفيد والله أكثر. مين هيتكلم؟ نجار؟ تكلم نجار؟ لا في ناس، في ناس ما اتكلمتش. أنا قصدي ما حدش عايز يتكلم منهم. لا أنا مش عارف، أنا مش عارف على فكرة. أنا فاكر كده يتم كلمة. أنا عارف يعني عارف مش عارفها أنا... ولا أنا ما كنتش عارفها، بس إحنا نوصف ونوصف. لا في فيلم شكلها كده مش فاكر اسمه. في ناس ما وصفوه، في ناس ما وصفوش عايزين يوصفوا. لو في حد يرفع ايده ما فيش. طب بقول يا احمد قول مش مشكله حاجه. طب اقول التشخيص الاول صح ولا كده اوصف؟ لا ما تقولش تشخيص صح ولا احمد. لا لا مش عايز انا عارف. تمام. انا عايز وصف ونحط ديفرنشال. انا شايف هو الواخد عيني ان في بري اوستر رياكشن افكتنج كل الاكزامند فالانجيز اللي قصدك ده. وطبعا وفي طبعا معاه ماركت سوفت تيشو ثيكنينج واخد كل الهام. سوفت تيشو سويلينج. سوفت تيشو سوري سوفت تيشو سويلينج. مظبوط. فانا يعني مش شايف في ارتكولار ابنورماليتي واضحه. مظبوط. الجينز مفيش ارتكولار نو ارتكول نو سيجنيفيكانت ارتكولار ابنورماليتي ونو بس كده. وانا شايف ان ده ممكن ديفرنشال يا باشا اللي هو ديفرنشال. يبقى في يبقى عندنا بيري اوستيال بون رياكشن واخد كل الفينجر ماشي ومعاه لارج سوفت تيشو سويلينج برضه ايه برا اوسيوس لارج سوفت تيشو سويلينج في كل الصوابع ما شافش صباع خالص. ده يعني بص كونه واخد كل الصوابع مع بريوستريكشن ده
يعني دايركت الاتنشن بتاعك لايه؟ حاجه في ديفرنشال هنا، في حاجه في ديفرنشال كتير. قول لنا كل الديفرنشال ساعتك. في في الثايرويد اكروباثي. مظبوط، برافو عليك، صح. وفي وفي كمان اللي هو بيعمل حاجه اسمها الهاند سندروم او الاكيوت هاند سندروم، حاجه كده مش فاكر اسمها، كانت تبع برضو التاد السيكل سيل، ممكن تعمل له حاجه زي كده. عندك الهاند فوت سندروم. هاند فوت سندروم لما بيبقى بتقلي بيعمل ايه الهاند فوت سندروم ده؟ عباره عن ايه؟ سوسيت شيب ده برضو بينفول سويلنج للفينجر، بس بيبقاش كل الفينجر، ما بيبقاش كل الفينجر. الهاند هي ثايرويد اكروباثي بس اون توب ديفرنشال. طب ايه تاني؟ دي اوستيوارثروباس. يا اوستيوارثروباس بالمونري. بالمونري اوستيوارثروباسي، بس بالمونري ما بيبقاش معاه سوفت تيشو. الاستايتس ما بيبقاش معاه سوفت تيشو سويلنج. طب يا باشا ممكن نفكر برضو هنا في يعني، بس انا شايف ان سوفت تيشو سويلنج سيمتريكال وواخد الهاند كلها. تمام، واخد الهاند كلها وكل حاجه كده بقى عامل سوفت. ممكن يكون ايه تاني؟ طيب في حاجه اسمها يا دكتور باكي، مش عارفه باكي ديرمو ايه كده، ديرمو مايوسايتس الكلام ده. ليش سوفت تيشو كلاسيفيكيشن مثلا نقول لو هي مفوش ما تنفعش، لان ما ينفعش. وبتعمل اكروستيوليسيس كمان. اكروستيوليسيس ولا سوفت تيشو كلاسيفيكيشن؟ مظبوط. في حتى في دماغه حاجه تاني؟ في هي الصوره دي انا فاكره ليها اسم بس مش فاكره الاسم، كانت حاجه تيبيكال كده، نفس الشكل ده بس. يا دكتور دي ما تجيش مثلا زي السوسج شيب بتاعه ال ايه اللي كان بيعمل سوسج شيب يا جماعه، بيعمل سوسج كان سورايتس ايه سورايسس ولا سورايسس؟ زي تعمل اكروستيولسس، تيجي اكروستيولسس تبقى اقل من كده، مابقاش معاها بالاوستي رياكشن. هي صح، هي بص هي تحطها انت كذا ديفرنشال، ممكن تبقى سورايتك، تبقى حاجه سوفت تيشو، ممكن تبقى هيمنج، بس هي صعبه الهيمنجيوما كده يا دكتور. صعبه، ما انا عارف بعدين بالحجم ده من غير كلاسيفيكيشن في الكولايتس صعبه بس حطها ديفرنشال. بس هي هو احمد قالها من اول التشخيص، هي ثايرويد اكروباسي فعلا مع بريوسيال رياكشن مع سوفت تيشو سويلنج في كل الفينجر. هي دي حاجه سيستميك، يعني تكون حاجه واخده كل، انا اول حاجه قلت لك دي واخده كل الصوابع، واخده يبقى حاجه سيستميك، يا بلاد ديزيز يا حاجات تبقى بتاع. فهي فعلا ثايرويد اكروباسي ومع سوفت تيشو سويلنج. ماشي، ثايرويد اكروباسي و بريوسيال بودر رياكشن سوفت تيشو سويلنج. ماشي، بس نحط ديفرنشال ممكن، بس ما فيهوش ما فيهاش، قول له ده ما تنفعش كذا عشان كذا. ممكن تبقى حاجات الحاجات السكين ديزيز دي اللي بتيجي احنا ما بنشوفهاش، سورايسيس ومش عارف ايه الكلام ده. ماشي، دي حاله سهله حد ماجستير يقولها، جتنا في الماجستير الحاله. دي في حاجتين فرايبرج هي بص فيها اوستيوكوندرايتس في الهيد بتاعت السكند ميتادارسال بون، وفيها برضه النكروزس بتاع التيبيا في اللور تيبيا في اللور تيبيا فهي غيرت حاجات الافاسكولار نوفوس في الفريبرايج ديزيز. ده الفريبرايج ديزيز بياخد كاركترستيكالي السكند نوع من الاوستيوكوندرايتس بيجي في الهيد بتاع الميتادارسال بون فريبرايج ديزيز. ماشي، فريبرايك ديزيز في السكند متسبب فيها برضو هنا فاسكولوس في الديستال. دي واضحه اكتر من فرايبرج. بس هو مركز على دي، هم يعني هو الصوره مركز عشان تقول له دي. دي حاله برضو سهله، كل شويه بنسهل ونصعبها، كانت جينا حالات صعبه بس انا قلت بتوع الماجستير هيجوا معاكم فبنحط حاله كل كام حاله. وفيها ثايرويد، دي فيها حاجه ليه ثايرويد فيها؟ بس الثايرويد فيها اثنين تونو ديول. ماشي، مع شيش مع لمفادينوباسي سيرفيك لمفنود باي لاترال بس مونو على الرايت سايد. فدي كارسينوما في السيرويد عاملة لمفنود نيك متاستس. ماشي، ده لمفنود دي متاستاتيك، كل دي لمفنود كل دي لمفنود متاستاتيك اللي هي باينة في الكورونا اللي باينة في الاكس هنا. ماشي، فالسيرويد فيها بتاعنا ديول، فدي طالعة ميدالري سبلود. يا باشا انا حسيت في الاول ان هي حاجه نيوبلاستيك من الديب بورشن بتاع الرايت باروتيد جلاند.
يعني هي دي اللي كنت فاكر ان دي البرايمري ليجن يعني الفيرست لوب شفتها. لا دي حاجه من الديب بورشن. بص يا احمد السيرويد فيها السيرويد واضحه. بص في الاكس اللي في وشك ده هتلاقيه الاكس لو باينه السيرويد واضحه جدا. السيرويد وسيرويد بتدي ميتاستاتيك. ميتاستاتيك شفتها برضو ورايت بروتت برضه شفتها اتبرتت الحمد لله. بص حضرتك جايب النتيجه وجايب الاجابه واضحه جدا. فورين بودي يا دكتور فورايت من برونكس. واحد مركب سنه وبلح. مين ده سنه واحده ولا اثنين؟ لا واحده بس هو مكبرها. هي سنه واحده مكبرها سنه بيبقى مركبها تركيب دي. فازاي عمل لها انهاليشن وقفت في الرايت برونكس. هي يعني نزلت في الرايت لانه الرايت بيبقى ستريت مع التراكيه. ستريت مع التراكيه عشان نجيب لك هي الضغطه لو جات الضغط. عايز حد يوسف دي بس يعني المنظر ده لو شفته ايه اللي يجي في دماغك؟ ماشي حد يتكلم قول يا رضا. انا لا بقى المفروض الاس يتكلم يا دكتور احنا حارمينه. خلي الاس قول انت بس بقى كده الاس. ماشي مفيش مشكله. ايه خلاص خليك تكلم بقى دكتور. حل بعدها اصعب يا رضا خليك تكلمي يا رضا. انا خدت حالتين. طب قول يا دكتور محمد. Intra-axial area of hyperdynasty is seen at both cerebral hemispheres. Lesion central well-defined showing fluid dynasty. ما تسكتي بقى ما شو انت تتكلميش تسكتي بقى. هي بص هي في بايلاترال فرانتال مور على الليفت سايد ليجن هايبر دينس وده غالبا ده بيقيس الدينستي. لو ايست هاوز فيه ده هيقيس بلاد. طيب ماشي واللي في النص فات واللي فوق فات ده فات؟ لا اللي رواها يبقى فيها ايه اسمه ايه فلويد بلاد ليفل. فلويد بلاد ليفل يعني هي الفكره ما فلويد بلاد ليفل وعامله بس افكت وعامله فالساين. طب ايه المنظر ده اللي يدي لو شفت المنظر ده تشك في ايه؟ مره شفت حاله ما كانت اقول لك بس بعد ما تقول يعني ده المفروض ان يعني لو قلنا ان ده سيستيك ليجن وحصل عليه هيمورج يعني ممكن يعني ميتس ممكن انت مش شايف ناس انت مش شايف انا يعني هو انا يعني انت بتتخيل ايه ماشي انا بقول لحضرتك انا هتخيل ان ده سيستيك ليجن وحصل عليه كومبليتيتد بهيموريدج. تمام يعني ممكن سيستيك ليجن في الاصل سيستيك وحصل فيها هيموريدج ماشي او اشهر حاجه ممكن الفوندال ابسس او طيب ماشي الميتاستاسيس. طب اوكي ماشي او ايه تاني صح يعني ممكن يكون فاسكولار ليجن و فاسكولار انوريزم مثلا انوريزم ورابشر. طب ليه الانوريزم ورابشر يديك الدبل دينستي دي دبل دينستي؟ شايف يا دكتور الدينستي دي لو كانت اعلى سنه كنت ممكن افكر ان هي رابشر درمويد. اصبري بقى يا دكتوره رضا انا بتناقش عندي حيرتني في الاول خلتني خفت ورجعت ورا. درمويد مش فات يا محمد مش فات. دينستي دي فلويد. اسمعش كلام رضا سيبك من رضا. طب يا دكتور ليه باينه فلويد؟ ليه باينه فلويد؟ اصبري هنقول باينه ليه يا ربي. طيب اصبري احنا بنحطه احنا حاطين عشان كده احنا هنحط لكم حاله هيموريدج دي. يبقى في هي بس الفكره خلي بالك اصل ده انا شفت الحاله دي كذا مره وشفتها بطريقتين وهقول لك شفتها ازاي. بص يا سيدي حد عايز طب يضيف حاجه قبل ما نقول ان الاجابه اصل انت لازم الحاله تبقى شفتها بكده. حد عايز يضيف حاجه فيكم باشا؟ ممكن ده يكون هيموريدج من الاول وحصل عليه يعني زي الاكتيفيشن البليدنج كده زي اكتيف بليدنج ممكن. صح يعني قصدك سب اكيوت واكيوت يا ماجد بالضبط يعني هو يعني في جريدنج للبلد هنا في جريدز للبلد. البلد مثلا دي كانت مثلا عن هايبر تنسب حصل هيموريدج في المكان ده. لا انا هقول لك حصل هي صح كمان بس لا هوريك مظبوط صح. لا بس هي في حاجه اسهل من كده احيانا انت بتصور في الاكتيف ايه كافرنوما. انا شفت حاله زي دي قبل كده بس كانت كافرنوما وبعدين حصل عليها اون توب هيموريدج وجالنا المنظر ده في السيتي. كافرنوما مش كده؟
طب بص انا هقول لك برضه، بص لو انت شفت المنظر ده، العيان ده في اكتيف بليدنج حاليا بينزف وانت بتصوره، فالحتت اللي لسه البلاد ما حصلكش اجوليشن بقى ابيض، لسه الدم ميه، عارف انت لسه ما تحولش لكلوتد بلاد. ما انا ففي قربت يا الاكتيف باشا. في ما انت قلت بس قربت منها ماشي، ما انا هقول لك بس في الاكتيف بليدنج ممكن للعيانين بالذات اللي عندهم الهيماتوكريت فاليو قليل، اطفال بالذات تشوفها، بس هو في الاكتيف بليدنج اثناء البليدنج البلد اللي بيشرشر في وقتها يبان زي الميه، والبلد الثاني اللي شرشر اللي قبلها حصل فيه هيمورج بيحصل كواجوليشن، فده بيبقى بلاد البلد هايبر اكيوت يا دكتور عبد الله، ايوه دي هايبر اكيوت. الله ينور عليك، بيبان زيه زي الميه بالظبط، له زيه سيجنال زي ناحيه الميه. الله القولون ينور او عليك. بيبقى هايبو في الهايبو بس هايبوجينيسيس ده اكتيف. وزن مينت يا ماجد، يعني انت صورته العين بينزف، طب تمام يا ايه باشا، ايه تمام. التصور التاني؟ انا مره شفت حاله زي كده كانت ام ار برين، وانا والله سبحان الله هو الراجل الجراح قال لي بس هو عشان عارفه كلينيكالي، فقلت له اه لا دي صح، قلت الحمد لله ما سالنيش، كنت ممكن اقولها له غلط. حاله كانت محجوزه في مستشفى تخصصي وجت عنده فعملها ام ار اي، وفعلا هو وكانت حادثه، فاول ما دخلت الحاله تصدق دي كذا كذا، انا نسيت اه ده صح الحمد لله. بص لو هيماتوما حصل فيها سكندري انفكشن، حصل فيها ابسس، تديك نفس المنظر ده ماشي، بس تاني بتبقى هيماتوما ادمت بقى مش جديده، يعني المنظر ده تشوفه فين؟ لو ده حصل في ليو تكون ابسس، بس تاني بتبقى هيماتوما ريزور، كانت برضه ام ار اي وهيماتوما، قال لي بقى شايف العين ده كان حادثه وكان عنده اوبن سكال بون فراكشر وهيماتوما، والعين بيسخن مش عارفين سخونيته ايه، كان محجوز في مستشفى كبيره، فالعينين طلعوه جابوه له فعملوا ام ار اي، قال بص ده حصل انطب على الهيماتوما حصل فيها ابسس، عشان كده هم مش عارفين سبب السخونيه. فهي النقطه يا اما بينزف بس دي العين ده بينزف، او لو شفتها في هيماتوما ليها فتره ممكن يكون حصل فيها سكندري انفكشن ويجي فيها ابسس ماشي، لكن هي طيب ممكن تكون سيست وحصل فيها هيموريج، بس دي صعبه شويه، السيست تبقى الهيموريج ليه شكل في السيست ما يديكش الفلويد فلويد بلاد ليفل، لكن دي اكتيف بليدنج وفيها حتت الميه البلاد لسه حصل كوريشن، وده اللي حصل له كوجوليشن ماشي. خلاص حد يسال فيها حاجه؟ برضه ليه دكتور فات الدينس بتاعتها حاساها غير السي اس اف اللي جنبها، يعني عشان هايبر اكيوت، ما احنا يعني قلنا يا رضا دي بلاد حاساها دينستي مش فلويد بتاع البلاد. فلويد يا رضا دي لا فلويد فلويد، فلويد بس عشان فلويد حواليها ابيض، زي لما واحد يكون لونه ابيض تلبسيه قميص اسمر يبان على شكله، او العكس واحد اسمر تلبسيه قميص ابيض فيبان، لانه عامل كونتراست مع بعض، واخد يعني بالك؟ يا باشا، ممكن نحطها مثلا انتيو سيربرال ارتري رابشر انيوريزم عشان دكتور عبد ايا الله كان انا ماليش دعوه بسبب، ممكن كلوكيشن وايز. ابشر ماشي ماشي، هو بليدنج حصل ايا كان سببه، انوريزم مش انوريزم تروما ايا كان، لكن هي الفكره كله الفلويد بلاد ليفل ده لسه العين بينزف، هتلاقي العين لسه بينزف، فلسه ده ما حصلوش كاجوليشن هايبر اكيوت بلاد زي الميه بيبقى، لكن ده حصل له كاجوليشن فبان كده، ده وزين مينت يعني صورته بعد 5 دقايق ما تلاقيش المنظر ده، بس انت حظك ايه صورته اثناء البليدنج وهو بينزف في اثناء البليدنج ماشي. يعني انت كان هيموريج في الليفت فرانت بيرفنتيكولار هات مطر اسوشيتد ويز مايلد بريفرال اديما مش عارف ماس افكت سب فالساين فلويد فلويد ليفل سين ذات اسوشيت ويز بليدنج باي كواجوليشن، يعني هو انت صورته هو عنده بليدنج ماشي، والعين اصلا عنده بليد كواجوليشن ديس اوردر، العين ده بيبقى عندهم هيموفيليا عندهم مش عارف ايه عارف التور بلاد ديزيز ماشي، فانت صورته هو اثناء هو بينزف. طيب ده برين ده يا باشا اللي هو التنشن نيمو كيفلس، اه ده تروما كان واخده تروما ده واخد بالك، تنشن وده تنشن عنده فراكشر في حصل تنشن امرجنسي ده ايمرجنس. ليه طب قلت تنشن؟ لان في الساين اللي هي التاورنج بتاع السريبرال هيمسفير اللي فوق ده ليه ساين اسمها مش فاكر اسمها ايه، اسمها لها اسم كده في جبل جبل قمة جبل حاجة في كده ايطاليا اسمها ماونت فوجي، ايوه جبل في ايطاليا، لو شفت منظر الجبل ده تقول عليها تنشن نيموسوريس ماشي. طب شوف طب هو ده سبديورال ولا سبديورال مش كده، وهنا بص في السبديورال سويس حتى داخل بتوين في السبديورال سويس داخل في انت ضغط ده تنشن لازم الجراح يفتحه ماشي، فده تنشن نيوموسيفلس، هو العين كان واخد حادثه مخبوط فبيحصل فراكشر في الفرونتال ساينس او اي ساينس فيدخل الهواء جوه البرين، بس داخل بتنشن عالي فيعمل حاجه اسمها تنشن نيومو ايه نيوموسيفلس، ماونت فوجي ساينس ماونت فوجي ساينس ماشي،
اتنشن نيوموسيفالاس سكند تو فرنتال نيزل فراكشر. بس هو ده يعني نيومو مع بلد معها يعني الاثنين ماشي مع بلد برضو في ال في السبديور سبيس. هذه الجبل جبنا لك الجبل بتاع الماونت الماونت فوجي ساين ده جبل في ايطاليا ماشي. فبيبقى شكل الفرنتال لوب زي الجبل بالظبط ماشي. فده برضو كان حادثه هنلاقي في 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 برضو تنشن نيوموثوركس ومع انترافنتريكولا برضو ايرو بتاع قصه كده في برين اديما وسولين البرين والفنتريكل اتنويتد. فده برضو ايه تنشن نيوموسيفلاس او اسمه الساين دي اسمها الماونتن ايه ماونتن فوجي فوجي ساين ماشي. دي سهله دي نوصفها بس ونقول ده فيش ده مثلا. مين هيقول؟ ماجد قول يا ماجد. دي عايزه تقول انت يا دكتوره استنى قول انت ماشي يا دكتور الكلام قولي اتفضلي بس وصفي عايزين وصف احنا مش عايزين تمام. دي اجزيه السي تي برين ايوه في البرين فيلد وز سي اس اف وز ريمننت اوف برين تيشو ممكن نقول عليها ديت ايلوبر هولوبريزم كيفالي. ليه طب قلت ايلوبر؟ هو السيستم ايلوبر ايلوبر إيلو. ليه قلت ايلوبر؟ ما انت ما وصفتيش يا دكتوره اس ايه قصدك السيست دي طب ما دي السيستم بتبقى بصيفوس سيست وطالع لفوق ليه اقول عليها ايلوبر؟ الوبر اسمها الوبر مش ايلوبر مش بس في ابسنت الفالكس وابسنت الميد لاين ستراكشر تمام. وايه تاني؟ وفي مونوفنتريكل ده ولا ده؟ انا المونوفنتريكل لا ايوه اللي في البرين تيشو ايوه اللي قدام ده مونوفنتريكل. طيب ماشي انت بتدخل المطبخ ولا ما بتدخليش؟ بتعرفي تعملي اكل ولا ما بتعرفيش؟ في وصف كده بيوصفه في الاكل ده اسمه ايه ده؟ برين ده بيوصفه زي الاكل اسمه ايه؟ لا مش عارف. عارفه البانكيك؟ اه عارفه البانكيك ده عباره عن ايه اللغه العربيه؟ كيك رؤية يعني. اه الكيك مدورة تبقى عاملة الطبقة بتاعتها تبقى مدورة الكيكة بتاعت الفطار دي اللي بيحطوها مش عارف بقى طبقة فوق طبقة. فالبرين عامل طبقات زي البانكيك بالظبط. ففي مونوفنتريكل في فيوجن بص الفرنتال لوب فيوزد مع بعض ما فيش فالك سيربراي ولا فيش بتاع ده. ودي سيستم معاها لارج بصير فوس اسيست اسوشيشن لكن ده مونوفنتريكل وده البانكيك. البانكيك ده كاركترستيك تلاقي في اي هولوبر برود بروزيري كله تلاقيهم بانكيك بانكيك تقول الكلمة دي. حتى أنا روحت قلت أتفرج على البانكيك اللي في النت النهاردة قلت بانكيك إيميج عاد نطلع لي طبقات البانكيك. هي البانكيك تبقى كده مدورة ماشي تمام. لو بتعملي أنت بانكيك هتلاقي افتكري بس اللي هو الألوبر بولوس. ففعلا ده ألوبر بولوس في بس توصفيها بانكيك برين أبيرس. حتى شوف كاتبين بانكيك زي البانكيك زي الطبقة ودي طبقة. وفي مون فنتريكل في نان فيوجن الفرنتال هورن فيوز مع بعض في نان ما فيش فالكس بينهم مع association large posterior fossa cyst large posterior fossa cyst ماشي. فده ايه الوبر هولوبلوزنسيفل. دي سهلة ماجد احنا بس ما انا قلت بتوع الماجستير هيجوا معانا نجيب لهم. انا ماجستير يا دكتور انا ماجستير. انت ماجستير والله جريشن والله انت ماجستير عشان كده بتدخل المطبخ على دكتورة ما كنتش تدخل المطبخ ماشي. قولينا بتاعت الماجستير الكلاسيك يا باشا. الكلاسيك دي حتى انا لايزنج كيف فاليو معاه باك جاير معاه باك جاير الايت فيجا الايت شيب. طيب ماشي ماجد قول يا ماجد عليك الدور انت. ماشي طلعت ماجستير طلعت شاطر عارفه البروز ماشي. اوصف قولينا ده شايف ان في حاجات ده اجزيه فلير اجزيه الفلير نعم اكزل فلير اه مظبوط اه شايف ان في حاجات كورتيكال وسب كورتيكال ارياز اوف هاي سيجنال انتنسيتي مظبوط وبرده في حاجه موجوده على الليف في الليفت اوكسيبيتال
ماشي ليفت برايت ماشي او اوكسيبيتال ماشي مش مشكله. يعني انا هي بتكلم في... على اللي ورا هنا في واحده ليفت ايوه اوكسيبيتال، على وعندنا دي البرايتال هنا على الرايت. ده ماشي في برضه عندنا برايتال رايت وهنا برايتال في وليفت اوكسيبيتال. رايت فرنت وبرايتال وليفت برايتال. هي ماشي ليفت برايتال اوكسيبيتال ماشي مش مشكله، مش هنختلف في موضوع الاناتومي. ماشي الاريا اوف ابنورمال سيجنال واخده ايه؟ ميلي كورتيكال وسب كورتيكال. ميلي كورتيكال سب كورتيكال زي ما قلنا. مظبوط. ما معهمش بس افكت او اديما مش حواليهم، بس افكت ولا بيرفق الايديم والفنتركل كويس. طب ايه الديفرنشال دياجنوز بتاع سعادتك؟ الديفرنشال دياجنوز حاجات كورتيكال وسب كورتيكال، هي يعني الفكره ان هنا هو السن العيان او ما انا مش هقول لك على سن، انت راجل دكتوراه لو بتاعك ماجستير كنا قلنا انا على سن. والله يا باشا ممكن افكر في فاسكولايتس، ممكن افكر في اسكيميا، ممكن افكر في اسكيميا صح. وايه تاني؟ ممكن افكر برضو في فاسكولايتس. مظبوط تمام. ايه تاني؟ الاسكيميا ممكن برضو لو افكر فيها افكر في الووتر شيد انفاركشن، ممكن عشان هي كورتيكال سب كورتيكال. مظبوط، ما احنا قلنا ووتر اسكيميا وفاسكولايتس. ايه تاني؟ ووتر شيد انفاركشن. ايه تاني؟ ما انت مش عارف هيستوري، انا قلت لك هيستوري هتعرفها على طول بس انت مش عارف هيستوري. ممكن ايه تاني ساعات؟ ممكن افكر في حاجات ال المفروض ان هنا ده ابنورمال سيجنال، المفروض ان احنا كده في الفلير، بس هي مش فول الجريمتر. انا بس كنت فاكر عايز افكر في حاجات الهيتروتوبيا، لا بس مش هي مش فول الجريمتر. لا مش الفول الجريمتر، مش فول الجريمتر، المفروض ان هي فول الجريمتر هتبقى نفس الانتست هتبقى مظبوط. لا ما تنفعش. ايه تاني؟ طيب حاجه مهمه قوي، حاجه كونجنتال بقى يعني يا دكتور. لحظه واحده، لو افكر في حاجه زي كده هايبر انتنس، ممكن افكر في حاجات السندرومات بدعه النيوروكوتينيا سندرومز مثلا، زي ايه؟ زي السيرج ويبر. سيرج ويبر، بس سيرج بس ويبر الثاني بيبقى معاه جاري كالسيفيكيشن، ما بقاش نفس جاري الموضوع. كالسيفيكيشن ومعاه اتروفي. لا معهوش. طيب ممكن افكر برضو في لو حاجه حاجه برضو كورتيكال او سب كورتيكال واخده هايبر انتنس سيجنال، بس مش نيديول زي دي، حاسس حاجه لينير، افكر في تيوبوس سكلوروز. اهم حاجه مش يا حاجه ماجد. كونجنتال. ايوه ده طفل صغير، اهم حاجه فعلا يبقى حاجه التيوبرس يجي كورتيكال بس. انا عارف يا باشا، بس بيبقى ميل ما بيبقاش لينير كده، ممكن يبقى واخد زي لا نيديول ممكن زي يبقى لينير كورتيكال، هو دي تيوبرس ماشي. فعلا، دي تيوبرس لو طفل. كورتيكال وسب كورتيكال بقى، عشان بس مش لاقي حاجه في هو البرين. ريجاردنج البيشنت يانج ايج، فدي ممكن ايه دي تيوبرس، هو تيوبرس فعلا تيوبرس سكلروس. ماشي ما تنساش تيوبرس احنا بنجيبه لك متعدد ليه؟ ما تتعودش ما فيهوش نيديول. لا ده ما مش لازم يبقى فيه صب من اصل مش فيش نيديولز في الفنتركل حتى تبقى كلور الحاله اقصد. بس ايوه فدي بتيجي دايما ما فيهاش نوديول، لان ممكن يبقى في كومبايند، يبقى سب نود سب بين دايما نوديول وكورتيكال تيوبرس، كورتيكال سب بين دايما احنا يبقى بس سب بين دايما نوديول بس، احنا يبقى كورتيكال بس. ما تنساش كورتيكال بس، فده انفلاماتوري برضه يا باشا في الديفرنشال دياجنوز. ممكن ممكن تكون حطيت انفلاماتوري كريتوفلايتس برضه، اقول لك المفروض كنت نفس حطيت برضه لانك مش عارف هيستوري، ممكن كل حته دي مالت وممكن الحته دي برضه يكون فيها الفرنتال بارا فالساين. فبرضه حوالين الفنتركل في هنا حاجات برضه هايبر انتنس ده نورمال. لا لا نورمال الفنتركل هو، بس كنت المفروض تفكر في الحاجات انفلاماتوري نسينا نقول بس ماشي. لكن هو الطفل صغير ويجي لي بليبسي فده كورتيكال تيوبرس. مش دي فندم ترانسمنتال ساين بتاعت كورتيكال ديسبليزيا؟ ايوه انا اللي هي اللي كنت عايز اقول له الباند اللي هو نازل ده، بس كورتيكال ديسبليزيا بيبقى الكايرس فوقها فيس، ما بيبقاش فيها صلصاي حفر وجيراي، لكن دي كلها بريزيرفد، كلها بريزيرف كورتيكال صلصاي. تاني بتبقى برود وما فيهاش صلصاي فيها الكورتيكال ديسبليزيا. ماشي ماشي. لكن ده كل حاجه كويسه عنده ما عدا انا جايبها لك دايما. انا مش عارف هم لما بيجيبوا امتحانات اصله شورت وحاجات زي كده بيجيبوا الحاجات دي في الحاجات اللي ما تجيش على بالك، انت مش عارف سن العين قد ايه. فالتيبرس كلوز ممكن كورتيكال، هو رير انه يبقى كورتيكال بس، فهي دايما يجيب لك الحاجه الرير عشان انت مش هتيجي في دماغك. فتيك كير الكورتيكال التيبرس كلوز ممكن يجي كورتيكال بس من غير صب من دماغك. دي سهله انا جايب لك اهو تشخيص بس الوصف بس. تيجرويد باترن يا باشا بتاع ايه؟ تيجرويد باترن ميتاكروماتيك ليوكودستروفي. ليوكودستروفي مظبوط. في تيجرويد باترن واخد ايه الديب بريفنتيكولار هايت مطر، وبيبقى الميتاكروماتيك بيبقى ديفيوز، بيبقى واخد الفرنتال وبياخد الفرنتال والبتر في اللاين، البتر في اللاين من ديفيوز ليوكودستروفي. لا من ديفيوز ليوكودستروفي اسمها ميتاكروماتيك ليوكودستروفي. مظبوط صح. ده برضو ليوكودستروفي ده ما يجيش ده اللي هو اسمه ايه ده يا ربي اللي هو بيجي ورا ده اللي بياخد انهانسمنت بريفرال ليه اسمه ايه؟ ما ده مش انهانسمنت ادرينالوكستروف.
ادرينال مش مش ادرينال. لا 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 ده بس ده مش لا واخد قدامه ورا ده مش انا اقصد اللي هي قصدها عليه ده ده اصلا انا عارف عارف ما هو ده برضه ميتاكروماتيك بس الليبورد او انت عارف اشكال جلد الفهد وجلد النمر يعني كلام النمر والفهد فهد نمر الفهد ده كاركترستيك للميتاكروماتيك ليكودستري. طيب الحاله دي حد يوصفها لنا بس يقول لنا ايه وانا عايز الوصف وبعد كده يقول لي دياجنوز بتاعها لو عارف يوصفها كلها هيجيب لنا دياجنوز. مين عليه الدور الاست؟ ماشي السلام عليكم. ماشي اتفضل. ام ار اي ساجيتال تي 1 ريفيلد انا عندي سهم مشاور على التيرتل بليت هو التيرتل بليت يعني انا شايفه لا السهم ماشي في بيكنج تكتم سيبنا من السهم اوصف لنا بقيه الحاجات اللي في الحاله. الرز ال هي الجيرات دي نورمال يا دكتور ولا مايكرو جاي بودي مايكرو يا رضا اصبري هو في الرز ال تمبروت سبيتال جونشن كده انا مش عارف هل ده برش الفوليوم ولا لا ولا في مشكله فيه التيتال بيتنج دي ماشي ال السلامس ده الماس انترميديا حاسسها كبيره شويه. كبيره ليه؟ حاجه هي كبيره هي شكلها مع الكاري كاري طيب السيربيلا انترميديا هو اللي نازل تحت. بص يا محمد اول حاجه انت لو شفت البيكنج وذا تكتم لازم يجي في دماغك حاجه لما احب تركب الكاري بس ركب الحاله مع بعضها قول البسيلي فص سمول وشالو ناروس بسيلي فص ونارو فورس فيلتريك السليت لايت في اجينيس في كوربس كالوزم ما ده ميد لاين بالظبط ميد لاين والماس انترميديا كبيره والماس انترميديا فكل الحاجات دي وفي لا مش عارف في سيريبلر تونسل هيرنيشن ولا كل ده يمشي مع ايه مع النورفيب كاريما تاو طيب في بيريكالوزا لايبوما يا باشا فين بيريكالوزا لايبوما مع الاجينيسيس بيريكالوزا لايبوما بس لا مش مش ده تي 1 هاي تي 1 بس هي دي بقيه برشا جنيس مش ميد لاين احنا مش ميد لاين ميد لاين يا احمد مش هتشوف ده مش مش ده ميد فالبيكنج ذا تكتم ده كاركترستيك للمين بيبقى مع الكير كاري 1 مالفورميشن ماشي فكلها بيصير شالو الفورس فينت كده بس مخه مشفوط لتحت صراحه غالبا عامل شط احتمال يكون هايبر فانكشن حاسه مخه مشفوط ممكن ماشي طيب ماشي ده بقول يا ريدا انت مخ مشفوط قول انت بقى حالات الصعبة دي هتقولي ما تقولينا ديفرينشال ممكن تحط فيها ستة سبعة ديفرينشال يا وايت ماتر ديزيز طبعا يعني ده طفل صغير يلا عشان سهل لك اوصفي بس انا مش عارف ماشي اوكي في بري بنتريكر يعني بري بنتريكر ابنورمال سيجنال في الوايت ماتر بس هندخلها بقى في الديفرنشال دايجنوستيك هي بقى في بايلاترال بايلاترال مور ليس سيمتريكال دي بهوات مطر بريفنتريكولار او بارافنتريكولار هوات مطر ايريف اب نورمال سيجنال ماش ماس افكت وغالبا مش عارف محقون غير مش محقون باينه في التي 1 لو في التي 2 والفلير برايس هيبقى طيب ايه الديفرنشال دايجنوست بتاعها قول لنا تقول ميتا كروماتيك زي ما احنا قلنا دلوقتي ميتا كروماتيك ماشي هي لا كاركترستيك ماشي اوكي مش ماشي كمية كرومات بس هنمشي حالك قلت بقى هندخلها كم ديفرينشال دايجنوز بقى يعني أيوة قولي بقى لسه قلتي واحدة انت يعني حسبها لك صح هي مش صح بس هنحسبها طبعا ممكن تكون مش عارفة يا دكتور صح ليكو ماليشيا لوكو ماليشيا طب ماشي بس ماشي نيجاتيف بس افكت لو لوكو ماليشيا لازم أيوة الفنتريك اللي يبقى دايليتد يعني باخد دايليتد لوكو ماليشيا بتاعت الطفل عنده برينيتال اسكيميا لازم يبقى الفنتريك دكتور ما يجيش ما يجيش تيوبرس كده بالشكل العظيم العظيم ده ما يجيش كده لا لا ما يجيش تيوبرس طيب هي طفل انا قلت لك طفل صغير عشان تعرفي سنه سنه ونص سنتين طب ندخلها في الانفكشن برضو طب انفكشن ليه قلت انفكشن ليه
ايه الانفكشن اللي يعمل المنظر ده؟ مفيش حاجه انفكشن، احنا لا مش ما شفتوش حقنين. بصراحه قبل كده. لا احنا مش حقنين. بص هي من حاجات ده يا باشا، يا وايت ماتر ده يا باشا اللي هو ليكو، اللي هو ليكو ديستروفي فانيشنج وايت ماتر ديزيز يا باشا، اللي هو فانيشنج نوع من الليكو ديستروفي. نوع من ايه الفانيشنج ده؟ عباره عن ايه؟ بيبقى العين عنده ايه؟ ده يا باشا ليكو انكفالوباثي، وبيبقى فيه بايلاترال عنده سيريبيلر، يبقى كلينيك الابيليبسي مع سيريبيلر اتاكسيا وهوايت ماتر ديزيز. دكتور عبد الله باش دي ما ينفعش نقول عليها المجال انكفالك ليكو ديستروفي. ما اي ما هنحط تاني سنه بس يا ماجد، هي الفينشن دي بقى معناتها استكتشنج يا ماجد. دي واحده هي ممكن نحطها في الكسندر او ميجال، لكن بس الكسندر بيبقى الهيد كبيره قوي، فرانتال لوب كبيره، هنا مش كبيره الفرانتال لوب. الفينشنج ده عباره عن ايه؟ هو اتفضل بيموت الفينشنج ده، تروح تعمل له مره ما تلاقيه بعد كده ممكن يختفي، وبعد كده يرجع تاني ويروح ويجي، فتسمى بالفينشنج هوايت مطر ديزيز، هوايت مطر ديسمالينيتنج ديزيز. ماشي، بيبقى عباره عن حتت فيها بايلاترال وسيمتريكال ديفيوز ابنورمال سيجنال، فيها سيستيك تشينجز. ماشي، لكن لو حطيت له ديفرنش قلت ده الكسندر، قلت الميجال انسيفالي والحاجات بيبقى معاها برضه، يبقى سؤال الميجال انسيفالي بيبقى التمبرال لوب هي اللي مور افكتد يا باشا، ومع سيستيك يا جماعه بقى معاها سيستيك تشينج. سيستيك مظبوط، لكن الـ حتى الكسندر والحاجات ما بيبقاش معاها سيستيك تشينج. هو مشهور الفانيشنج ده، مشهور قوي الفانيشنج، فانيشنج وات مطر ديزيز. ماشي، والاطفال دول لك بيموتوا يعني ما بيعيشوش، بيجي عند سن 10 12 سنه بيموت، هم بيسقطونا ويموتوا ايش؟ يسقطوا فينجنج. ماشي، الحاله الثانيه دي مين عليه الدور؟ سهلة، مين عليه الدور؟ الدكتور اسماعيل بتاعت ماجستير مي دكتور، في يا مي قول يا دكتور مي، خليها يا دكتور مي تقول، وصف يا مي الحاله وقولي لنا ديفيش ديجنوز. تمام، في اكزيال ام ار اي برين، اكزيال وساجيتال. انت بتشتغل فين يا مي الاول؟ شغال فين؟ في مستشفى التامين في العاشر من رمضان. انت شاطره، انا فاكرك في الزهره ولا في حاجه كبيره. ماشي، في اكزيال تي 1 وتي 2، ده بوست كونتراست، ده بوست كونتراست وده بوست كونتراست، الصورتين الاكزيال والسيجيتال، وده تي 2 سيجيتال. ماشي، ايه اللي انت شايفاه يا دكتوره مي؟ هو في انتروفنتريكولار ليجن، في انتروفنتريكولار ليجن فاكتور سيجيتال انتنس في التي 1، في انهي حتى في الفنتريكل، في انهي فنتريكل او في كده، في السيرد فنتريكل، في السيرد ده، في البوستير بورشن بتاع السيرد فنتريكل. الليجن ده باين في التي 1 يعني ايزو، وباين في بتاع في التي 1 كده هايبر، مش فين التي 1 اصلا؟ مش ده تي 1 ده؟ مش تي 1، لا ده بروتون، بروتون يا دكتور، ده بروتون وده فلير وده ديفيو اي دي سي ماب. باشا ده اعتقد ده ديفيوجن يا باشا، غالبا ده ديفيوجن. ده ديفيوجن صح، ده ديفيوجن ودي سي ماب سوري، وده تي 2 ده فلير، وده تي 1 بوست كونتراست، وده سيت وده سيت تي 1 بوست كونتراست. يبقى الليجن باين في الفلير برايت تي 2 يعني برايت برضه، وفي ديفيوجن ريستريكشن، وفي الاي دي سي ماب باين، لا باين له لما جينا حقنا سبغ. خد سبغ ولا ما خدش؟ لا ما خدش سبغ. ليه؟ لي مارجنال، في حتت في سبوت مارجنال انهانسمنت، في مش مارجنال، في حتت سبوت كده نقط بيضاء واخده سبغ. تمام، اسوشيتد وذ هيدروكيفلس، معاه هيدروسيفلس السيرد واللاترال فينتيكل دايليتد، وفي بيرفنتيكل سي سيف ليكج، معناها الفنتيكل بريشر جوه الفنتيكل عالي، فابتدى السي سيف يرش حواليه، في سي سي بيرميشن. مظبوط، طب ايه ده ممكن يكون ايه يا دكتور؟ هو احنا ممكن يعني ممكن نقول كولويد، بس كولويد عند ال ممكن كولويد، بس انا هقول لك لا مش كولويد. هتقولي لي ليه طيب؟ علشان واخد انهانسمنت؟ ايوه، الكولويد نيفر ايفر ياخد انهانسمنت. تمام، دايما الكولويد يجي في الروف بتاع السيرد، يبقى السيرد وراه كولابسد، لكن مش قاعده، بس هو الانهانسمنت هي القاعده، ودايما الكولويد بيبان هايبر وهايبر غالبا، يعني حتى في تيون هتلاقيه عشان في بروتينيشس ماتيريال كتير، لكن الكلو عندنا انهانسمنت، لا يمكن ياخد انهانسمنت ابدا الكولويد سيست. تمام، فده مش كولويد. طب ممكن يكون ايه تاني؟ ممكن هايبوثلاميك جلايوما،
بس ده جوه الفنتريكل يا دكتوره. بص حضرتك اهو انا معاكي، ممكن هايبوثالاموس مش في الحته دي، مش مكان هايبوثالاموس، دوره في مكان السيرد جوه انترفنتريكل. انت ما تلخبطيش، ما هو انترفنتريكل انت قلت صح، ممكن يكون ايه تاني غير الكلويد؟ ما الكلويد ده بيجي انترفنتريكولر يا دكتوره. تمام مش عارفه ايه تاني ممكن يجي انترفنتريكولر ياخد انهانس، ياخد انهانسمنت. ممكن كلويد بلكسس بابلوما، بس كلويد بتاخد فيفيد انهانسمنت. انت ممتازه، مش كويسه. والكلويد بيستخدم انهانسمنت جامد جدا لفيري فاسكولار. طب ايه تاني؟ هو في جوينت سيل استروسايتوما، بس مش ده مش مكانها يعني. لا الجوينت سيل تيوبروس سكليروزس تبقى سبب اللي هي قصدها، هاي مش تيوبروس سكليروزس. ممكن دايموما برضو. ابن ضيمومه، برافو عليك. هي فعلا ابن ضيمومه اللي بيجي جوه الفنتريكل اكتر حاجه، الابن ضيمومه يعني ده ابن ضيمومه دي من اكتر حاجات تيجي جوه الفنتريكل. باشا انا كنت اقول ان ممكن ديفرنشال باينو بلاستوما يا باشا، الباينو بلاستوما الناس اللي على صح ممكن تبقى باينو بلاستوما. كنت هقولها برضو لان هي صراحه هي جايه على كوادرينا سيسترن يعني. بس هي بص هي ابن ضيمومه، بس هي لا لا بس هي دي جوه السيرد. لو هي بس البينيال بلاستوما بتبقاش في السير، بيبقى عند البينيال بودي، لكن وبتاخد الهانس بتاخد. بس هي دي طلعت ابن دايموما في البوسير اسبكت بتاع السير ديفيد. ماشي ابن دايموما، ماشي ابن دايموما في السير ديفيد. الحاله يا باشا، الحالات دي اللي زي دي كده يا باشا بقى في الشورت بتبقى شويه ايه يعني بتبقى فيها ديفرنشال. الحاله دي سهله شايفينها؟ لوب يا باشا. اسكوير لوب. فين ده؟ باشا في حاجة رايت يا باشا. ده انا انا بلخبطكم بقى يا باشا. الليفت يا باشا، الليفت اوبتيك نيرف يا باشا. الليفت ايه الليفت اوبتيك نيرف في ايه؟ ديت دي جلايوما. طب ليه قلت في الاوبتيك نيرف؟ انت شايف الاوبتيك نيرف اصلا؟ هي صورة واحدة، مش مشكلة. بس انت من صورة واحدة بس هي عاملة سبلينج للمصري بس، فانا ممكن ادخلك كل حاجة من انجيوما وفلايوما ومنجيوما كل الحاجات. بس هي بس هي الهايبر انتنسيتي الجامدة قوي بتاعتها والديفاين. لا منجيوما صحيح هي عاملة ديسبلينج للمصل، انت مش شايف الاوبتيك نيرف وعاملة ده بروبتوزس، بس هي طفل صغير. منجيوما يا باشا، لايت بالب لايت بالب، فدي منجيوما انتر اوربيتال منجيوما. ماشي وحضرتك عمال تشاور تحت، ما انا ملخبطكم. احنا ناقصين يا دكتور عبد الله، هو ده السر. انا ناقصين، انت لخبطتني. على فكره اي حد يخش الامتحان يجيب سهم ما يمشي وراه على طول. ده بقول يا احمد، قول يا احمد الحاله دي وصفها، قول لي انت فريش ده مستح حاله حلوه قوي، ممكن تيجي دكتوراه. انا شايف اكزيال فلير ايمجز اوف ذا برين شوينج abnormal high T2 abnormal high signal involving the bones will mid brain main the left side مزبط. left side تمام و extending superiorly to the level of basal ganglia or the thalamic both thalamic regions will more برضو to the left side. وانا شايف ان في اكستنشن واخده الاوبتيك تراكت الاوبتيك باث واي اكستنشن، واخده الاوبتيك باث واي صح. شايف في اكستنشن كده اللي هو اللينير الاوبتيك راديشن. الاوبتيك راديشن ايه تاني؟ كمل قربت توصف. واخده الاوبتيك كازم اهي، واخده الاوبتيك كازم كمان. تمام عادي، واخده الاوبتيك نيرف تمام اوكي. ما لسه مكمله. انا بقول واخده الاوبتيك تمام نيرف. اوبتيك نيرف فدي باشا هنقول جلايوما يا باشا. جلايوما في الاوبتيك ايه؟ جلايوما في الاوبتيك باث واي يعني. ما هي بتفولو الاوبتيك باث واي لحد الاوبتيك نيرف. طيب ماشي. طب ما ايه اللي في البرين ستيم؟ طب ايه علاقه الجلايوما بالبرين ستيم؟ يعني قالوا مفروض اوبتيك باسوي اوبتيك راديشن وخلاص. ايه اللي ايه اللي ايه اللي علاقه بالبرينستيم؟ امتحنت على حاجه في دكتوره زي كده.
ونجحت يا باشا في الدور ده ولا كان الدور ده؟ لا كان اول دور كان اول دور وجيت اول حاله جبتها، وبعد كده مش عارف الحالات الباقيه ما جبت، هي دي الوحيده اللي جبتها وبدايين ما جبتهاش. حاجات صعبه جدا. هو في باس واي للاوبتيك باس واي في الميد برين تقريبا نيوكلاس ما ادينجر وستيفان نيوكلاس لا تقريبا مش متذكر قوي يعني ده كلام كبير غريب. الحاله مش الحاجتين مع بعض يا باشا، الحاجتين مع بعض. ما هي يا باشا الحاله سندروماتيك يا باشا كده يعني. بقول لك بس اسمعني، للاسف انت عارف الحاله اللي امتحنت عليها، انا قعدت ادور في النت سنين مش لاقي زيها. المره دي وانا بعمل محاضره لقيت حاله زي، قلت يا الحاله دي حاجه كبيره فشل، كانت معموله في ابري. العيان احنا قلنا عنده اوبتيك باسوي جلايوما ماشي تمام. طب العينين دول موست كومن بيجوا في انهي انتيتي في ال ان اف 1 يا دكتور؟ ان اف 1 يا دكتور النيوروفيبروس. بيبقى ايه معاها؟ ممكن معاها كذا حاجه، ممكن يكون حاجه معاها في البونز، حاجه معاها في البونز انا فاكره. ممكن يكون معاها برين ستيم جلايوما. ده حقيقه. فكانت الحاله اللي جايبها لك كانت برين ستيم جلايوما. ما انا والله ماشي، ما انا قلت باشا دي جلايوما كله يعني كان تشخيصي انا. ايوه بقى ده جلايوما اللي هو اللي يجي في النيوروفيبروماتوزس، هو ده النيوروفيبروماتوزس تايب 1. فدي نيوروفيبروماتوزس مع اوبتيك جلايوبلاستوما ومعها برين ستيم جلايوما الاثنين مع بعض. فانا انت والله دورت كتير في الكتب مش لاقيها، قلت دي جايبه حاله مش موجوده في الكتب. لما لقيتها افتكرت الدكتوره اللي كانت الحاله اللي جايبها لنا في الدكتوره. فده اوبتيك الاثنين، اوبتيك نيو فيرموتوستان، اوبتيك بتاع ده مع برين ستيم جلايوم. حاجه حلوه برضو قولها ماجد دي، هنحطها ديفرنشال كتير اصلا. ماشي يا باشا. احنا عندنا مالتيبل ام ار اي، مالتيبل سيكونسز في اكزيل تي 1 وفي تي 2 وفي ديفيوجن. ديفيوجن ايوه في فلير مظبوط. في شيء تقريبا كمان في سبتبليت ويتد ايمج. ايوه جريدينت. تمام. انا شايف ان في ابنورمال سيجنال انتنسيتي واخده الكوديت نيوكليس على الناحيتين، واخده معاها كمان اللينت فورم نيوكليس. تمام. واخده يعني جزء اللينت فورم، واخده الجزء بتاع البيوتيمين يعني. البيوتيمين بتاع اللينت فورم مظبوط. وفي الديفيوجن واخده الاستريكشن مظبوط. دي تمشيها حاجه في سكه النيورو ميتابوليك. زي ممكن إيه؟ افكر الاول في الهايبوجلايسيميا، هايبوجلايسيميا كوما ماشي دي واحد. ايه تاني ممكن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انت رحت قوي بعد حاجه ماشي. اللي ديزيز برضو ممكن ياخد نفس المنظر. اللي ديزيز ممكن برضو صح، حد ديفرنشال كتير قوي. ايه تاني طب غير اللي؟ انا بس بقول عشان سن العيان يعني. ماشي عشان صغير ممكن ليه صح، فلين احيانا بيعمل كده. الهايبوكسيك اسكيميك بس لا ميبقاش المنظر ده. الهايبوكسيك بس ده تخلص مش نيونيت. مجيش ويلسون يا دكتور؟ بس الويلسون لا معاه حاجات في البرين ستيم احيانا بياخد البيزيا جانجل يعني. طيب ماشي هنمشيها. الاكسترا بونتاين اوزموتيك كرانكتر بس انا مش انا مش جايب لك البونز خالص. لو في حاجه في البونز كنت جبتها لك في الصوره يا دكتور احمد. مفيش حاجه في البونز. تمام. اكسترا بونتاين بس بيبقى معاها اكسترا بونتاين، بيبقى معاها بونتاين واكسترا بونتاين ماشي الاثنين. خلينا في الحاجات الكومن بس اللي بتيجي. هو ماجد قال كومن الهايبوجلايسيميك واللي ديزيز والكارنكترس. الكارنكترس وايه تاني دكتور؟ سي او بويزنج تيجي معانا يعني؟ ممكن والله سي او بويزنج ماشي ماشي. وايه تاني؟ هو لو ادلت كبير في السن هيباتيك انتفالوباسي ممكن يعني لو سن البي. مفيش هايت، بس مفيش هايت تي 1 في ال، بس الهيباتك بيبقى ماشي، بس الهيباتك بيبقى التي 1 فيها في السيجنال. الجاكوب ديزيز يا باشا. جاكوب ايوه جاكوب ديزيز بيعمل نفس الديستريبيوشن ده برضه. جاكوب ديزيز كاركترستيك للجاكوب ديزيز يعني. لا تنسى الجاكوب ديزيز ده برضه بيجي بنفس المنظر. هو مشكله احنا بنشوفه قليل فعشان كده ايه جاكوب ديزيز تبقى عارفه. يعني مش بياخد الميديا الثلمس يعني، بس هنا يعني مش باين قوي الميديا. بياخد الثلمس معاها ويبقى معاها حاجه مع ريستريكتد ديفيوجن في الكوديت والانتيري بيوتيمين بايلاترالي از ويل از الميديال تيمبورال لوب. يعني الميديال تيمبورال لوب فيها حاجات برضه. النورمال فينتريكل ونو ميجور فينوس تكرين فلو سيجنال فلو فويد نو اب نورمال انهانسمنت. طيب مش هو ما جاب لنا صور انهانسمنت هنا.
وزيس مي فيفر زي كريتز فيلت جاكوب ديزيز. مش فتنساش بس جاكوب ديزيز، فمن ضمن الحاجات اللي بننساها لانه قليل قوي بتشوفه في، حتى ما تعملوش براكتيكال فممكن تنساه، بس لو جالك في امتحان ما تنساهوش. دي حاله سهله. دكتورة بتاعت الماجستير قاعدة معنا لسه صحية؟ ايوه. انت قاعدة في العاشر من رمضان؟ ايوه. والله حلو الزوم ده بيربط الناس كده من بعيد. ماشي اتفضل يا دكتورة. في دائما راجل ندخلك يا باشا. يا باشا كتر خيرها، ده عندها نظر يا باشا. ده انا والله مش قادر، ما عنديش اعصاب خالص ان انا. طب انا في ضميرك في الحالات دي ممكن تشوفي حالات يجي لك في الدكتوراه يا دكتور، في الماجستير قصدي، فخلي يعني ممكن يجي لك الحالات الصغيره دي ممكن تيجي والله يجي لك جاكوب ديزيز. بس يعني هو سؤال فعلا، انت داخله النظري بعد يومين؟ لا شفوي. لا ايوه عشان كده. طيب تمام. انا قلت كده ماشي. ايوه كده معقول. انا هي داخله شفوي ماجستير. قلبها جامد قوي كده. طب قولي اتفضلي يا دكتور اسيف. قلبها ميت يا باشا. في ابنورمال سيجنال في التمبرال لوب بريفنتريكولار. بصي ده فيوجن يا دكتوره، ده فلير وده تيتون. ده فلير. ده فلير حضرتك ده تيتون. يبقى في فعلا في ابنورمال سيجنال واخد التمبرال لوب مور على الرايت سايد، ويتش ابير برايت في التي تو والفلير. ماشي اسوشيتد مع ايه؟ ديفيوجن يعني حتى ديفيوجن بينه اوضح ديفيوجن ريستريكشن. ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعك يا دكتور؟ حلوه كده ديفيوجن ده حللنا بشكل كتير. هل عين التمليد ده تلاقيه نورمال والديفيوجن بس مطلع الفايندينج فيه؟ ممكن يكون ايه حضرتك؟ حاجة في الوايت مطر يا دكتور ولا ايه؟ زي ايه طيب؟ بصي اول ما يجي لك اي ريجن اقعدي، عارفه انت زمان كنا في بكالوريوس يقول لك حاجه كونجنيتال، حاجه اما تكون كونجنيتال انفلاماتوري تروماتيك نيوبلاستيك ميسيلينيس، حطي الحاجات دي لو عملت ديفرنشال كده هتلاقيها سهله. ما فيش حاجه كونجنتال بتهيألي، ما فيش حاجه كونجنتال بالمنظر ده. ممكن ينفع ايه؟ ممكن انفلاماتوري. ممكن زي ايه؟ الناس كاتبه انكيفالايتس. انكيفالايتس ده تيبيكال. انكيفالايتس تيجي تيبيكال تاخد التمبرال لوب. انكيفالايتس تيبيكال. انت عارفه الهربس انكيفالايتس او الهربس؟ عارفه قصه الهربس انت ولا مش عارفاها؟ لا مش عارفه. الهربس ده اي حد فينا لما يجيله برد مش بيجي له بعد كده هربس في بقه ولا في مناخيره او حاجه شايفه؟ بعد كده يحصل له هيلينج. الفيروس ده بيبقى قاعد في حته النيرف اللي على النزل بتاع النيرف، العصب اللي بيغذي النوز والعصب اللي بيغذي مثلا النيزل فايبر بتاعت النيزل انجل. اسمه ايه العصب اللي بيغذي الميكوزا بتاعت النوز؟ اسمه الفاكتوري تراكت والفاكتوري نيرف. ماشي لما انسان يجي له ديبليتيدنج ديزيز هو يطلع يحصل له فليرنج ويهاجم الحته، اول حاجه يدخل يلاقي التمبرال لوب. فدايما الهربس انكفالايز تيجي في التمبرال لوب كاركترستيك. طب ده هل ينفع ايه تاني ده بغير الانكفالايتس؟ ممكن ينفع ايه؟ اسكيميا صعبه تيجي بايلاترال وادي يعني ممكن تقول ده انفاركشن. هقول لك طب انفرشن ماشي في الكورتيكال وسب كورتيكال. ما هو ده كورتيكال وسب كورتيكال. لا عادي ما ده الناحيه اللي بناخده. بس انت هترد تقولي لا ده السيريبرال ارتري مفتوح الناحيتين من الفويد. فدي دي مش ما ينفعش انفرش، لكن اسكيميا ينفع لو، لكن صعبه تيجي بايلاترال وكذا كذا. الاوقع انها تبقى انكفلايس. ممكن يكون ايه تاني؟ حد يقول معاها حاجه تاني؟ انكيفالايتس يا دكتور. ما هي ماشي انكيفالايتس مش ممكن نحطها دي. ممكن يا باشا الادم يمشي هنا؟ ممكن تبقى الحاجات زي الادم والحاجات دي ممكن. يعني ورده كلها انفلاماتور يعني ادم والبوست مش عارف فاكسينيشن بتاع. ممكن ترانزيسمالايتس يا دكتور. ما مش ترانزيسمالايتس دي في الكورد. لا هي ما هي تبقى حاجه المهم كلهم حاجات انفلاماتور بس الموست كومن فيهم انكيفالايتس. هو ده هيربس انكيفالايتس.
الجلايماتوزس سيربراي يا باشا لو واخده اكتر من لوب، بس هي ما تنفعش هنا، بس لو اللي ينفع هي عايزه اكتر من 3 لوب يعني عشان نقول ماشي الجلايماتوزس سيربراي، بس ما تبقاش تستريد ديفيوجن احنا. لا انا مش بقول كده يا باشا، بقول يعني هي جلايماتوزس سيربراي اول حاجه بتبقى على ناحيه واحده وما بنقدرش نفرقها، هو الديفيوجن ابتدى يفرق لنا بينها وبين البتاع. ماشي تتحط برضه لو ناحيه واحده ماشي، بس دي المستقبل. العين كلينيكال بيبقى جالك سخن ومش عارف ايه وجاله تشنج ومش عارف ايه وراح للدكتور، يعني مش انت ما تبقاش عارف في الامتحان ما بيجيبلكش هيستوري. ماشي دي سهله، دي طبعا سهله ولا صعبه؟ بند هيتيروتوبيا ماشي، هي بند هيتيروتوبيا او اسمها دبل كورتكس سندروم، هتلاقي في حته من الجريق مطر وتحت منها حته من الحيط مطر. ماشي العين ده دايما يجي لك بإبيليبسي، دبل كورتكس سندروم ماشي، غريبه نجري مطر دي سيبتم. في حاجه في كده في كيف سيبتم فيرجي ماشي في حاجه عادي كده. طيب الحاله دي نوصفها نقول ديفرنشال دياجنوز، قول مين اللي عليه الدور؟ ماجد قول يا ماجد. ماشي باش لما تتعبوا قولوا، انا ما بتعبش عشان تبقوا عارفين. هي صور كبيره تبريدو، ما حلو جبنا لك صور العين كله. ما عايش في مالتيبل سيكونسز، في عندنا اكزيال. نعم مظبوط ماشي، اكزيال فليرو على الليجن على طول يا باشا. ادخل على الليجن دول، ما عندي فيوجن، ما عملك ديفيوجن اوصف لنا الليجن. انا شايف في مالتي فوكال ارياز اوف سيجنال انتنسيتي موجوده بريفنتريكولر مظبوط، وموجوده في البص سيربيلر هيمسفيرز تمام، وفي في البونس، وكل واخد ريستريكتد ديفيوجن في الديفيوجن ولو سيجنال انتنسيتي في الاي دي سي ماب، وهي سيجنال في الديفيوجن. تمام ثانيه واحده مازن هفتح الباب، ثانيه واحده بس وخليك معايا اتفضل. مجيد قول انت شفت ايه تاني عشان النت فاضل عندي. قول تاني شفت تاني. بص هو في مالتيبل فوكال ارياز اوف هايبر انتنسيتي في الفلير موجوده بريفنتريكل، في موجود في البايلاتر سيربيلر هيمسفيرز، وموجوده في البونس، وكل واخد ديفيوجن في الهاي سيجنال في الديفيوجن وريستريكتد يعني هاي سيجنال في وفيها في الديفيوجن باينه ريستريكتد في سنترال بريك داون، في حاجات منها فيها سنترال بريك داون. ايوه مظبوط، حتت فيها مظبوط تايدت يعني ايه سنترال بريك داون في الاكيوت. طيب ماشي، ده طفل صغير ايه الديفريجن والله يا باشا في المالتي فوكال والمنظر ده وال حاجات كده ممكن افكر في ايه الو الادم ادم عبد الله اعتقد. ايوه يا ماجد كنت صوتك راح بس تفكر في بس باش. تفكر في ايه؟ والله افكر في لو في حاجه مالتي فوكال زي كده، افكر في حاجه انفلاماتوري. مظبوط صح، زي ايه؟ برافو عليك. زي الادم. زي ادم وايه تاني؟ سنه صغير. هو اصله ادم ده بتبقى انت عارفه البوست فاكسينيشن، تبقى عارف كلينيكال ده مش واخد فاكسينيشن. ممكن يكون ايه تاني؟ طب لحظه واحده يا باشا كده. بس واخد استريبيلا بايلاترال. واخد دي بريفنتيف. طب ما فيش حاجات صبغه هنا يا باشا؟ ما فيش صبغه. لا ماشي محمود، مش محتاج صبغه ولا على الدول دول مش صبغه دول هم على اليمين. لا ما فيش صبغه. لا على الشمال قصدي. ما فيش سبقه، مش هتفيد قوي في السبقه يعني، مش تاني ما فيش سبقه. انت قلت ادم ممكن يكون واخد ريستريكت ديفيوجن يا باشا، كل واخد ريستريكت ديفيوجن. ايوه ماشي، ما هو ايه غير ادم؟ ممكن افكر في فاسكولايتس برضو، ده طفل صغير اصلا. هي برضو فاسكولايتس ماشي، بس لو كبير شويه ده صغير، مش منظر اسكيميا ده يا باشا، مش منظر اسكيميا، هو ماشي اكتر انفلاماتوري. ايوه انفلاماتوري اي حاجه ايتس بقى خلاص. ايوه صح. ليه ما قلتش انكفالايتس ماشي يا باشا، ما انا قلت الادم وانكفالايتس. ايوه ماشي، انكفالايتس وادم، هو بس عشان مش واخد فاكسينيشن هي انكفالايتس ماشي. بوست انكفالايتس ده فعلا بوست انكفالايتس ماشي، المالتيبل بتاع بوست انكفالايتس مع العين جاله ايبيليبسي، فجاله انكفالايتس مثلا من اسبوع وبعد كده دخل في ايبيليبسي. فكل الديستريبيوشن دي كلها حاجه انفلاماتوري فيها ريستريكتد ديفيوجن ماشي. معلش يا باشا، البريفنتريكولار ديستريبيوشن ما يخلينيش مثلا افكر في فنتريكولايتس مثلا او حاجات، بس الفنتريكل نورمال اصل فنتريكولايتس بيبقى الول بتاعه سيكند قوي، وكنا حققناها سابقا احنا فكرنا فنتريكولايتس ماشي.
لكن الفنتريكولار سيكند وول لما احنا نسمعه ياخد وول انهانسمنت ماشي. لكن ده طفل صغير قال له انكيفالايتس. هو ماجد قال لك ادم فعلا ادم لو كان واخد فاكسينك مش واخد تفكر في الانكيفالايتس اوقع من ادم لو كان واخد فاكسين بعد ادم فعلا صح ماشي. دي حاله سهله. بص لو احنا شفنا السيجنال عليها ليفت سايد اكتر في ابنورمال سيجنال واخده ليفت تمبرال لوب الرايت غالبا ما فيهاش حاجه برضو. دي بوست ايه بوست انكيفالايتس مش بوست هيربس هيرب انكيفالايتس مش دايما الهيربس ياخد ايه ياخد التمبرال تمبرال لوب يعني. نعم بالحاله دي فيها كلام بس عشان ايه فيها كلام نطول فيها. حد يقول الحالة دي؟ قول يا أحمد. أحمد أي باش ما حدا قول صد MR سي 31 وكرون 31 وده فلير كرونال وأكزل فلير نزبط. أنا همشي ورا السهم برضه باش السهم شكله مضلل. لا أنا لا سيب السهم لا عشان ما ضللكش آخر حاجة أفكر سيب السهم خليك تشاور يعني أنت بص بنفسك تمام. طفل سنه سنتين تقريبا سنة ونص سنتين بص في التيوان سجد سجد التيوان سجد التيوان سنتين. انا شايف ان في سجد التيوان مش شايف فيها يعني حاجة شايف حاجه في انا يا باشا في سمول في سمول سايز بوستيريور فوسا يا باشا. ايوه مظبوط في سمول سايز بوستيريور فوسا. لا هي مش البوستيريور فوسا صغيره بس في حاجه اهم من البوستيريور فوسا. بص السيريبيلر فيرمس والسيريبيلم فيهم اتروفي صغيرين كبار ماشي. بص كده حتى لما تبص على البرين ستيم كله برضو صغير تحس انه مش هو البرين ستيم الكبير ده يعني في سيريبيلر وسيريبيلر وسيريبيلر فيرمس اتروفي هتلاقي برين ستيم سمول كده برضو مش هو البرين ستيم اللي انت بتشوفه ماشي. وفي ابنورمال سيجنال اللي مش هقول لك عليها بس في الفلير ماشي. ده ده كده التيرمينال زوم بتاع دي ماليش عشان كده ممكن يبقى نورمال. الطفل ده عباره عن عنده ايه اتروفي في السيريبيلم والسيريبيلر فيرفس وفي البرين ستيم برضه يبقى ده الوليدن ديجنريشن يا باشا نتيجه بوست اسكيميك ولا حاجه يعني. احنا مش هنقول ما مش هنقول واليريان اسواليريان ده بيبقى ليس بس هو ده طفل جاله اسكيميا فالبصير فصة كلها متأثرة من الاسكيميا اللي جات ممكن تبقى بصيره سيركوليشن ماشي. ولما عملوا الفلو اب جاله نان سبيسيفيك بريفنتريكولار ابنورمال سيجنال ماشي. لكن هي القصة كلها كل بصير فصة فيها اتروفي حتى البرين ستيم ماشي نتيجة أيا كان نتيجة برينيتال أيا كان من نشدها أتروفي الفيرمس والسيربيلر هيمسفير والبرينستيم برضو فوليوم لوس ماشي. لما تابعوه بعد سنتين عملوا له بعد في المتابعة لا في نان سبيسيفيك يعني حتى ما علقش عليه فده كله نتيجة أيا كان اسكيميا أو قالوا أيا كان. مش حاجة دي بتشوفوها أنتوا كتير وبتشوفوها في مصر قليلة دي لو سافرت برا أمريكا تلاقي الحاجات دي كتير واحنا لما نيجي نص في سيستيك ليجن في برضه باشا دي باشا مالتيبل انتر اكزيال كومبلكس سيستيك نيوبلازمز يعني من السيستيك وفي انتنسلي انهانسد بريفرال لوكيتد نيديولز سوليد ليجن نيديولز الديفرنشال برضه هتبقى المالتيبل هيمانجيوبلاستوما زي باشا هيمانجيوبلاستوما تحس ان هي استروسيتوما مش عارفه ولا هي استروسيتوما اكتر ممكن استروسيتوما ممكن استروسيتوما هي طلعت جانجل جليوما في طفل صغير عنده مالتيبل جالتين جليوما يعني في الهيستوباثولوجي شالوها طلعت جانجل جليوما في طفل صغير معها ميورال نيديول ماشي. طيب الحاله دي حلوه عايزين حد يوصفها يقول لنا ديفرنشال دياجنوز عادي تحط فيها ديفرنشال دياجنوز كتير الاست ما قالش من فتره ام ار اي برين T2 وديفيوجن وفلير مزبوط
الاول صوره اللي جايه البونز في ابنورمال سيجنال ابنورمال برايت سيجنال السين تارجتنج البونز والبيزل جانجليا انفولفين جلوبوس بولس بيوتامين اند بريديت نيوكلاس اند لاترال نيوكليا والسلام الجوينت بوردر برايت سيجنال في الفلير سيجنال في الفلير البونتاين ليجن شو ريستريكتد ديفيوجن. ايوه البونتاين ليجن هو الوحيد اللي فيهم ريستريكتد ديفيوجن عشان كده ما اقولكش بقيه الديفيوجن في حاجه ثانيه. قول لنا ايه الديفريشن انت وصفتها 10 على 10 قول لنا ايه الديفريشن عندي ريستريكتد ديفيوجن في يعني ممكن معنا انترا سنترال بونتاين مايلين لايسز مع اكسترا بونتاين مايلين لايسز مظبوط صح ممكن يعمل المنظر ده صح ايه ثاني ممكن هذا اكثر في حاجه مشهوره بس احنا مش عارف بتطيح من دماغنا برضه ايه ما هي الاوزموتيك ديمينيشن هي ما هي الاوزموتيك ديمينيشن هي نفس ده ايه تاني ممكن ام اس بس ده طفل صغير يا دكتوره ما ينفعش ام اس صغير قوي وبيزل جانجلي اصلا مين اللي افكت مين اللي بيزل جانجلي الام اس بياخده في مطر اكتر الكرنكترس ما يجيش كده ده بيبقى نيوني ما تاخدش البونز الكرنكترس بيبقى نيوني ما تاخدش البونز تاخد تاخد التوديت او تاخد البيوتامين انجلو جانجلي نكريج ماشي ممكن ايه تاني طبعا او لو اسكيميا في البونز ونحط ريجن تاني معاه في اسكيميا في البونز ايه طفل صغير لا الاسكيميا في البون بتاع أيوة. دوت كروس الميد لاين يا رضا ما تعديش الميد لاين مفيش كده ايه تاني ينفع الجاكوب ديزيز ما مشيش معانا هنا الجاكوب ممكن هيمشي ايه تاني ان هو هيك كده واخد الصلامه سوق بتاع ده واخد البيزا جانجر كلها كمان الجانجر او البرينستيم اللي ديزيز ممكن ينفع ينفع ليه ديزيز ممكن بس هو بيخش البونز بس هي دي مشكله بونز في حاجه مشهوره ديزيز بياخد البونز وياخد الجانجل يعني مشهور قوي ويلسون ويلسون هو ده فعلا ويلسون ديزيز لكن انت تحط الجاكوب وتحط سنتر بانتيون مارينو عايز ممكن تحط اللي بس ما تنساش الويلسون هي نيورو ديجنريتيف صعبه طفل صغير بس هو الويلسون ديزيز ده مشهور قوي الويلسون في ديفيوز تي تو هايبر انتنسي ريستريكت ديفيوجن في البونز بس وليجن اكسندد الميدل سيربيلر بدامكل هنا ادي واحده وادي واحده وفي برضه الليجن ده موجود في سيمتريك بيزر جانجليون كلوزيكال كوديت والبيوتيمين والفنترول لاترال سالامال يعني يا باشا هو يعني ويلسون اكتر في الاطفال والاوزموتيك اكتر في السن اكبر فعشان كده في الاكبر ايوه في الاطفال ويلسون في الكبار وسنترال بس انت لا عارف سن عيان وانا عارف الشكوى فتحط فريش بس ما تنساش الويلسون ويلسون في الاطفال بيجي سؤال دايما ويلسون في الماجستير شورت نوت كده ويلسون ديزيز تتكلم عليه وتقول الايميجنج فايندنج وتشوف سي تي والام ار بيبان فالويلسون بس عشان هي حتى الويلسون احنا ما نشوفهاش كتير البتوع لو حد بيشتغل فابريش تشوف الحالات دي كتير عشان الريت عالي جدا فممكن يجي لك كل اسبوعين ثلاثه يجي لك حاله ويلسون لكن انت شغال مستشفى عاديه ممكن تشوفها كل 6 شهور سنه حاله بس ماشي مين على الدور قول يا رضا سهل حاله سهل يجي لك حالات سهله يا رضا ده حاجه في الفورس فينتريكل ماس ليجن في الفورس فينتريكل في الفورس فينتريكل فورس هو لا 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 ده في الفورس ايوه شفتها والله شفته ده الريجن بتاع في الباينيل باينيل بلانت بودي باينيل بودي فيها كالسيفيكيشن لما حناها خدت سبقه يبقى دي باينيل ايه باينيل بلاستوما باينيل بلاستوما تنفع هامرتوما خدت سبقه الهامرتوما تخش صبغه قبل تخش صبغه لكن دي قبل انهانسمنت كمان لكن دي ياخد انهانسمنت دي فمعناها انهانسمنت تبقى حاجه يعني نيو بلاست نيو بلاستون لكن الهامرتوما الحاجات دي اللي يمكن تاخد صبغه دي بقى نيو بلاستون دي سهله بيها
شيء الفكره فيها حسها اي في ام كده كافرنوما اه حصل فيها هيموريج ماشي هيموريج بالظبط يعني في يعني ده بلاد اللي باين لكن اندر لاينج البلاد في حته كافرنوما اه في حته فيها سيجنال فويد الهيموسيدرين بتاعها ده والهيموسيدرين وباينه في اكثر حاجه في ال... في البتاع في ون الفلير فلير فلير في الفلير على السيربيجينوس فده هيمرج على على حتى اي في مالفورميشن اي في مالفورميشن مش كافرنوما كافرنوما ده السيربيجينوس بص شايف الفين الدريننج فين بتاعه وده غالبا الفيدنج ارتري فده سبي سجلر ساينس يا باشا اه ده الدريننج بتاعه راح الدريننج راح سبي سجلر ساينس فده هيمرج حصل على الاي في ام ماشي نطبقه في حالات صعبة بس ما بتشوفهاش كتير ممكن حد يوصفها لنا ويقول لنا الديفرنشال لما تتعبوا قولوا انا ما عنديش مشكلة تاني الحد احسن من الجمعة ايه رأيكم الجمعة بيبقى الواحد صاحب بالعافية وبتاع لا باشا خلينا الحد يا باشا خلينا آه ولا باشا اي حاجة الصبح تبقى صعبة بصراحة يا باشا اه تبقى الصاحب الواحد صاحب من النوم مش كده ابو سبينا الجرب اللي بنت قلت الصبح ساعه اوصف احنا كده انا فايق يعني اوصف اكزيال اكزيال سي تي بوست كونتراست يا باشا ايمجز في على الرايت سايد في ال ديفايند مارجينال انهانسنج او بريفرال انهانسنج ليجن وذ ماركت بيريفوكال هايبودنس ايديما في مايلد ماس افكت الفالكس شويه ديسبيزد تو ذا ليفت سايد تمام وفي مالتيبل تايني هايبر دنس فوساي في الـ في الليفت وايت ماتر عايزين اي صور ثانيه يا دكتور عبد الله عشان تسهلوا بس ايه هو هيموراجيك انفاركشن ومعاد لكن لينكر معاه هو بس في وانت احمد وصفصف في مالتيبل في ليجن كده ده كل دي قديمه اللي حواليه السوداء في ليجن انهانسنج مالتيبل ديجلابل سومات فورم يا باشا بص لا لا وحتى في الليفت هيمسفير في يعني يا باشا هي بيبانه كده صح يا باشا انا دخلت الدخله على اساس ان هي واحده كبيره لا هم كلهم باثولوجي مالتيبل نوديولر مالتيبل نوديول لا كل دول نوديول لا مالتيبل نوديول بس كويس شيء ومعاها فازوجينيك قديمه هي مر على الرايت سايد وماس افكت وبتاع دول انهانسنج ماشي بص العيان ده طب اميون كومبرومايزد سهلتها لك اه يا باشا العيان اميون كومبرومايز دي لينفوما كده توكسوبلازموس انفكشن فدي سيريبرال توكسوبلازموس دي برضو الاختصار عينين الاميون كومبرومايز اسمها اميون مش عارف ريديو هيريتان سندروم يعني بتاعت الاميون كومبرومايز سندروم الايدز وبتوع العينين بتوع الايدز فدي هيستوبلازموس ومعها مالتيبل انهانسنج هو بس الصوره اللي على الشمال دكتور عبد الله فيها كده لينير كده خط يا دكتور عبد الله في الرايت في الرايت سايد ايوه مشيت كده ولا فاز بعد اذن حضرتك يا باشا اتفضل انا بس قلت في الاول جلايبلوستوما معهاش هيستوري عشان انا شفت الانهانسنج ليجن دي واخده مارجنال انهانسمنت ومش اتلخبط يعني الفورم وحاول باثوجينيك قديمه وحاسه انه معدي الناحيه الثانيه فقلت ممكن تكون ده باتر فلاي لكن لا باتر فلاي عند الفالكس مكتبه تحت شويه الباتر فلاي بس انا بس ده اللي جه في بالي يعني ان هي حاجه مالجنت وحواليها باثوجينيك قديمه عادي لكن بص هنا في انهانسنج نوديول برضه كله التوكسوبلازموس بالظبط صعب تفريتها من الليمفوما صح هنا بصل البيوبسي حاجه دي صعبه عشان الليمفوما صعبه بتبقى ريستريكتد والتوكسوبلازموس تبقى ستريكتد في العيانين دول في الام ار فذلك برضه ما بتوصلش لحل احيانا بيوصلوا البيوبسي ياخدوها بس بره الحاجات دي احنا ما نشوفش توكسوبلازموس كتير نبرين ام ار اي تي 2 فلير تي 1 ويست كونترست تخش يا باشا في الديفيشن دياجنوز مالتيبل انهانسنج رينج المالتيبل انهانسنج ليجن موجودين في الديب في الجانجليونيك ريجين والبركلوماز وال والميتس والميتس مظبوط والام اس والام اس طيب العين ده ميون كومبرمايز ده ماجد ميون كومبرمايز ده خلاص يا باشا هنخش في السكه الثانيه بقى زي ما كنا من شويه توكسوبلازموس ممكن توكسوبلازموس تيجي كده برضه ما انت على حسب الهيستوري فعلا تحط في الميتس تحط في ممكن يا دكتور تيجي سيبتك امبلاين كده يعني بس ما تاخدش انهاز من السيبتك امبولاي هي ممكن لو ام اس اكتف ياخد لو في تبركلوما ياخد تبركلوما تاخد اه لو ميتس ياخد لكن عين عنده ممكن بلاز ده برضه تنساش الايه التوكسوبلازموس برضه بتاخد نفسه ساركيدوز ممكن يديك نفس المنظر وياخد انهاز ماشي فبيفرق الهيستوري بيوريك المنظر
طيب العين ده حالة حلوة لحد يلتقط بس فيها حاجة يطلع دياجنوز. قول مين عايز يقول؟ قول يا رضا. قلت لما نلتقط الحاجه الحلوه قوي حضرتك على طول لقيت رضا يا روحة كلها فشل الرضا. ما نفس الحاله اللي خدناها قبل كده يا باشا زي اللي خدناها اسمك سهل يا رضا انت. لا ما لازم ماشي. طب قول لي عايزينك تلقط بس فيها حاجه دي يا باشا. لا باشا دي في دي فينتريكل انترا فينتريكولار ليجن يا باشا فيها سوبابل ابيرنت سنترال نيوروسيتوما. طب هو في حاجه كمان ناحيه يا بص ده مش اصلا. لا مش هي الليجن الليجن ده غالبا مش عارفينه جوه الفنتريكل ولا في الباينيال بودي بس بص الطفل ده شايل عينه الشمال عين الشمال بالظبط نيوروبلاستوما حسن نيوروبلاستوما كان نيو عنده نيوروبلاستوما تراي بلاستوما يا باشا تراي اللي هو فشايل عنده كاريتينوبلاستوما وشايل عينه تمام كده. فالتعيين دول بيجي لهم دايما بيجي لهم نيوروبلاستوما بيجي لهم ايه تاني معاهم هيمانجيوبلاستوما بيجيلهم بينوبلاستوما بينوبلاستوما بيبقى بينوبلاستوما ماشي وعامله ماس افكت وعامله بريفنتيكوسيس فليكج كله. بص هي الناحيه بريفياس بص بريفياس ريتروبلاستوما اون ذا ليفت اند سمول كالسيفايد تيومر از رايت وود ليد تو ذا دياجنوست بينوبلاستوما. بيبقى دايما العينين دول بيجيلهم الاثنين ده بيجيلهم الريتروبلاستوما مع بينوبلاستوما ماشي عامل انكليشن للليفت اي. انا فكره بقى شفت شفت العين واحده بيجي كمان في البيتري بتاع العين الواحده ما بيجي له كذا حاجه بس انت دايره مع ريتروبلاستوما يجي معاه في مع كذا حاجه. الحاله دي حلوه وحط لنا ديفرنشال دياجنوز ولا باقي تفرده تسيبنا وتمشي شكلها كله. خلاص هقفل عليكم الزوم. لا مش صاحبة الكورة صاحبة الكورة والله يا باشا هذه خلفة محمد طلعت هو ده كله فلير يا باشا ولا ايه ده كله فلير انا صح كده انا شايف عندي في ديفيوز بايلاترال موس سيمتريكال سب كورتيكال سب كورتيكال وديب وكله سب كورتيكال وديب هوايته جري مطر في مالتيبل اريا اوف برايت سيجنال انفولفينج الفرنت تيمبرو برايت ريجون والديب جانجليونيك ريجون يمكن مور شويه على الليفت سايد ما معهمش ماس افكت ما معهمش ايدينا ايه الديفرنشال دياجنوز والله يا باشا على حسب سن العيان كده وسنه صغير سنه ميدل ايج. طب لو سنه صغير طب صح خلينا ناخد حاجه لو سنه صغير وفي منظر المنظر بتاع الابنورمال سيجنال انتنسيتيز ديت بشكلها حاجه يا باشا زي ما تكون يعني هي فلويد سيجنال بس انا مش معيش بس فلويد سيجنال هتفولو هنا في السيجنال بس مش فلويد سيجنال مش فلويد ده مش فلويد لا مش فلويد سيجنال من عين تفولو السيجنال. طب لو طفل صغير تحط ديفرنشال ايه لو يانج ايش تحط ايه لو سنه صغير ومنظر زي ده كده وحاجه افكر في حاجه ديفيوز حاجه سيستميك زي ايه ممكن افكر في حاجه انفلاماتوري انفيكشن او افكر فاسكولايتس افكر في اسكيميا مظبوط اسكيميا او فاسكولايتس بس هي الطفل يعني هو ديانج ايج مش يعني واحد في الثلاثينات او الاربعينات. طيب ايه الاسكيميا الاسكيميا تيجي كده مالتيبل وتيجي في انهي عيان اسكيميا بالمنظر ده دكتور الاميلويد العيان اللي عنده حاجه سيستميك تقدر تعمل فاسكولايتس زي مثلا أيوة. مظبوط صح الحاجات تبقى سيستميك تعمل فاسكولايتس برافو عليك زي ايه مثلا زي سيستميك لوبس سيستميك لوبس لو عيان ميدل ايج كبير في السن فقط سيستميك لوبس طبعا سيستميك لوبس ودي فاسكولايتس كلها واسكيميا تمام او عيان زي ما بتقول انت الامبوليك يا باشا الامبوليك الامبوليك بس صح بيجي بالطريقه دي مش نفس المنظر انت عايز اللي بيجي كده اكتر حاجه الفاسكولايتس بالذات العيانين عندهم الكونكتيف تيشو ديزيز زي بس والجوجرين والحاجات دي الشغل ولا مش انا واحد صغير فاسكولايتس نفكر في السايلويد هي مظبوط لو صغير سيكل سيل سيكل سيل كبير ميدل ايج نفكر في السيستميك لوبس السيستميك لوبس والحاجات الشجر النيورو اللي اسمها سيرو نيجاتيف مش عارف
بتاعه الجوجرين سندروم قصدك الجوجرين والحاجات بس هو اشهر طبعا سيستميك لوبس اللي بيعمل فاسكولايتس سيستميك لوبس ممكن حاجات فاسكولايتس الثانيه يا شباشا زي البولار ارترايتس وال بولار ارترايتس والحاجات دي بس هو فعلا سيستميك لوبس ودي كلها فاسكولايتس واسكيميا واخده ايه فاسكولايتس واخده كل البرين في سيستميك لوبس مظبوط طيب الحاله دي برضه نوصفها واحنا معلش هيستري ونقول نفريش الدياجنوز قول يا باشا صبحي يا دكتور صبحي معلش حاجه من الصبح قول يا صبحي صبحي مين ماشي حاسس من صبحي شكلها ميت احمد صبحي اهو دكتور احمد صبحي موجود ده بقول يا احمد صبحي سالي لا ماجد استنى مش ماشي ما بص يا ماجد احنا لما نحط بنحط فريش دياجنوز مش عارفين العيان عنده ايه يوسف ونقول لي فيه ايه يا باشا انا شايف هنا مالتيبل اكزيال ام ار اي شايف في سيستيك ليجن موجود في الرايت بص يا احمد في ليجن هنا هو مش سيستيك يعني هتر يعني ليه في سيستيك صوره كومونت موجود في الرايت موجود في الرايت في الرايت فرونت وبرايت ريجون ادجيسنت تو الرايت لاترال فينتريكل وحواليه برين اديما وفي في الصوره اللي جنبها في واحد وفي كذا واحد موجودين في كذا واحد لما جينا حققنا هنا وصلنا في كذا واحد والديفيوجن ما حصلوش ريستريكشن ايه الديفرنشال دياجنوز والله يا باشا انا ممكن اول حاجه افكر فيها انفيكشن مالتيبل ابسيز اللي هو الامبوليك ممكن افكر فيها دي ممكن تيجي المنظر دوت مظبوط افكر طبعا بعد كده ممكن افكر ايه تاني ميتس ميتس صح برافو عليك ممكن متاسس ممكن ممكن ميتس صعبه هي اكتر حاجه ماشيه مع الانفكشن الانفكشن زي ال الامبوليك ماشي وايه تاني في حاجه مهمه بتيجي كده سهله في احيانا الام اس في الاكتف سيج دي تبقى تيمو في الاكتف ام اس بس تبقى انكمبليت رينج في بس انكمبليت رينج مش هتبقى مش هتبقى كومبليت رينج بس برضو حطها طيب العيان ده اميونو كومبرومايز ده يا دكتور انفكشن بقى دكتور ابسس اتفكر توكسوبلازموز يا لينفوما بس هي طبعا. مش ريستريكتد ديفيوجن لو ريستريكتد ديفيوجن كانت تبقى لينفوما ده مش ريستريكتد توكسوبلازموز وفعلا ده توكسوبلازموز تيجي كبيره كده يا دكتور تيجي كبيره وكذا واحده وكذا واحده كلهم نصت ما العيان كومبرومايز دول اكتر حاجه توكسوبلازموز يا لينفوما بره مفيش ديفرنشال اي عين اميونو كومبرومايز توكسوبلازموز يا لينفوما الحاله دي حلوه قوي اللي جاي ويفرقوا بينهم بالسليم يا باشا بالسليم ده حاله ما يوصلوا البيوبسي حاله ما فيش حاجه بتفرق بينهم الديفيوجن ممكن لك الليمفوما ريستريكتد ده مش حاله برضو الاثنين ما يطلعوش يعني ليها قصه طويله ماشي فاميون كومبرومايزد لا تنسى التوكسوبلازموس وايه والليمفوما طيب الحاله دي حد يوصفها لنا ويقول لنا حد سمع عن السندروم ده قبل كده ولا لا مين قول محمد بتجيب الحاجات دي من بعيد عن الاشعه خالص بجيبها من البطن يا رجل اخر مره امتحان دكتوراه حاسه ان بول جوه بول ودكتور البطن بيقول لي جيب الايبكس اوف ذا هارت بنفس ايبكس هتقعد تقرفني انا كفاخ جنات الناس طلعين ميتين ابونا في الاشعه قلت له ايه بس قلت له انت قلت له انا دكتور اشعه انا ماله مال الايبكس بتاع الهارت رجل له والله يا دكتور ردوا علينا قالوا لنا كده يعني يعني بطنه دي ما لهاش لازمه بقى يعني لا يا دكتور ده في ناس نازلين بطنه والله لسه مكلم رئيس القسم انا مكلمه قلت له قال لي الدور ده قلت له الجماعه بهدلوا العيال في امتحان قال لي طب المره دي كلمني وان شاء الله انا هتحكم انا عايز اقول لك انا كحيت لهم كحه لدرجه ان الدكتوره والله العظيم ما حد امتحني اخرج احسن والله ماشي هو في ديفيوز كالسيفيكيشن موجود في كل السيريبرال ساينسز بتاعت البرين السوبر سيجيتال موجودة فيها والترانسفيرز وال طب ليه قلت الساينسز هو ده الاناتوميكال بوزيشن بتاعها والفالكس كمان فالكس ما هذا فالكس ده تنتوريوم يعني انت ليه رايح لبعيد عشان في الساينس خلاص يعني قول ما هي الساينس دي ماشي على تنتوريوم قول تنتوريوم وقول تنتوريوم وفالكس يبقى في اكستنسيف كالسيفيكيشن واخد الفالكس واخد الفالكس والتنتوريوم واخد التنتوريوم بتاع السيريبيلم وايه تاني معاها لو بصينا تلاقي في حتت لو
دينستي متاخده برضو هنا غالبا ممكن تكون دي سيريبرال انسل نتيجه ال... آه نتيجه الاسكيميا. ده ايه ليه سندروم ده؟ حد يعرف اسم السندروم ده ايه؟ جورلين اسمه ايه؟ جورلين جولتس اظن. ايوه جورلين جولتس سندروم. برافو عليك. مين اللي قال جورلين؟ احمد. ايش احمد؟ اه ماشي. هو فعلا ده جورلين جولت السندروم. ماشي. بيبقى باين لاميلر كالسيكيشن في الفالكس في السيربراي والتنتوريوم. وفي يعني بيقول لك البوستيريو فصه فيها سمول كالسيكيشن في البيزل جانجليا وهايجروما في الليفت هيمسفير. ده سببه ايه يا دكتور يعني الكالسيكيشن؟ ما ده السندروم ده ايه بقى في البتاع؟ اكتبي جورلين جولت السندروم هيطلع لك على النت تقري بقى تفصيليا. ماشي. بس هو كاركترستيك بيبقى في اكستنسيف كالسيكيشن في الفالكس وفي التنتوريوم وده الكاركترستيك بتاعه. ماشي. اسمه جورلين جولت السندروم. ما الحاله دي؟ الحاجه في البروت دي البروت بتاع دكتور الحالات دي يا دكتور. ايوه انا عارفه. ايه الحالات دي؟ دول ودنين يا باشا دول ولا ايه؟ لا مش فوق الودنين دول يعني. في ليجن طالع، في ليجن طالع من السكالب كبير بايلاترال سوفت تيشو واخد انهانسمنت. سوفت تيشو واخد انهانسمنت جامد اسيست كومبوننت. واخد انهانسمنت ممكن تبقى هيمنجيوما. هيمنجيوما صح؟ من جوه طالع من السكالب. بلاش اكستراكتين البون تحتها كويس. بايلاترال كده دكتور. اه طالع من ال... من السكالب. ماشي. اه بايلاترال مور على الليفت سايد. دي من جوه طالع من السكالب. فاسكولار سكالب ماس. مش فيري فاسكولار محل سبق. هذا السبق جامد دايما. دي من جوه. ماشي. باشا بالاكس ري باشا تيبيكال السماعات يا باشا بتاعت الودان. اي دي مالي طبعا الاكس ري. اجيب لك الهيستوري بتاع العيال عشان تقول التشخيص بتاعه. 30 سنه برا ايه؟ باراغواي يعني من باراغواي يعني بلد بلدهم باراغواي مان. باراغواي مان. باراغواي عارفين باراغواي ولا مش عارفين؟ كان بتلعب في كاس العالم زمان. طيب يا باشا كانوا بيكسبونا يا باشا في عادة في هيستوري اوف ديزنس وفيفر لوت لوس بيهيفيرال اند سليب ووك سايكل اولتريشن بط نو اذر بيرسونال باك جراوند فانتريست. ايه اللي انت شايفه؟ لحد يوصف لنا الحالة دي يقول عليها في ايه؟ abnormal signal في corpus callosum. هي في abnormal signal مين اللي واخده الانتيريور فورسيبس ميجور فورسيبس ماينور بتاع corpus callosum ومعها بيريفوكال هوت مطر اديما وماس افكت وعامله اتنويشن بالفنتريك. في الديفيجن فيها restriction ولا ما فيهاش؟ فيها restriction relative. اه لما جينا حنان انهانسمنت خدت انهانسمنت ولا ما خدتش؟ خدت. طيب ايه الديفريشن دياجنوز؟ انا مش جايب لك حاجه بتعدي الميد لاين. بيعدي بقى الميد لاين كل ليجن بتعدي الميد لاين صح؟ اه انا مش جايب لك سايتال. ممكن تبقى ايه؟ ليمفوما في ايمون كومبرومايز. ليمفوما في ايمون كومبرومايز. اه ممكن صح في ايمون كومبرومايز. في ايمون كومبرومايز تاخد مارجن انهانسمنت. مظبوط. طيب هل ممكن تنفع جلايبلاستوما؟ جلايبلاستوما لا تاخدش بقى ريستريكتد. ما تاخدش ريستريكتد تحط ديفريشن. اي حاجه تعدي الميد لاين. في حاجه بتيجي بره مش عارف سمعتوا اسمها شاجز ديزيز. عارفينها؟ شاجوما اسمها. عارفينها؟ سمعتوا عنها؟ كان في دوده كانت بتعمل شاجز ديزيز ولا حاجه زي كده. شاجز ديزيز بتيجي في امريكا الجنوبيه والحاجات دي احنا بنشوفهاش. فده عند السيريبرال شاجز ديزيز اسمه شاجوما. لكن لو صح لو حطيت ليفوما صح لو حطيت جلايبلاستوما ممكن بس هي ليفوما اكتر شويه. لكن دي اسمها حاجه شاجوما. شاجوما في البيشنت بريفيوسلي انون ايدز ديزيز يعني ما عندوش ايدز اصلا. ماشي. فدي اسمها شاجوما. ماشي. طيب دي في دي جم موجود في البوستيريور فصة انترا فنتريكولار ولا اكسترا؟ انترا فنتريكولار. مظبوط. سنتر ده الفورت فنتريكولار في سنتر ده الفورت فنتريكولار واكستندد لو تو لوشكا فورامين معاه ريفيوجن ريستريكشن معاه ريفيوجن ريستريكشن معهوش. لو معاه يبقى مضل بلاستوما بس هو معهوش يبقى ده ايه هي الابن ضيموم مال دايما بتبقى كاستنج بتعمل كريبنج اكسندنج لل ده ابن ضيموم فورس فنتريكولار ابن ضيموم مش مظبوط اكسندنج للسيسترنا ماجنا ليف سايد. دي حاله سهله يعني.
دكتوره بتاعه الماجستير قول مية يا دكتور مية قول يا دكتوره مية وصفي لنا الحاله اللي الدفريش ده في الاكزيال سي تي في انت دخلتي قبل كده الامتحان يا مي دخلت الشفوي الدور اللي فات والله انتوا نجحتوا كام نجحتوا عدد قليل ما نفعش في ميز الاكسترنال اثنين بس اللي نجحوا بس نجح المره اللي داخلين كام مش عارفه والله دكتور عدد كام صراحه بس اللي يعني اللي عارف اللي من قبل كده حوالي تقريبا 12 انما الدور ده اللي داخل دور جديد مش عارفه ماشي قولي تفضلي ترمي في الرايت اوبتيك نيرف في وايدنج في الرايت اوبتيك نيرف انا مش شايف الاوبتيك نيرف اصلا يعني حاسه ان الريجن ده مش شايفاه يبقى خدي العصايه من النص انت عارفه اللي عندي بنقسمها حاجه اسمها انترا كونا والاكسترا كونا ده اسمه كون بيسموه المصل بتحوطه الاوبتيك فيه ففي ليجن ده ورا الاوربت انترا كونا الريترو اوربيتال ليجن اوصفي بس الليجن ده باين ايه في تي 1 وفي تي 2 هتعرفي باين في تي 1 في السي تي وده كده سي تي صح ده سي تي وده ام ار ده ام ار في السي تي ايزودنس مور لس ايزو تو هايبو يعني في حتت هايبو في حتت وفي الامراي برضو في تو دينز تين تينستي حتى هايبر حتى ايه ايزو اليد دي دايما كده يعني زي قريب من فلويد اللي هو فلويد ولا هو سوليد يبقى ايه دايما يدي المنظر كده بتاع في اي حتة في الجسم تلاقي لها شكل هي ماشية سوليد ولا ماشية سيستي الليمفانجيوما او الليمفانجيوما يا دكتور الليمفاتيك مالفورميشن الليمفانجيوما فدي اوربيتال الليمفانجيوما ماشي مع بروبتوزس في الرايت دينستي اللي هي ماشيه فلويد قوي ولا ماشيه سوليد بين البنين ماشي فدي الليمفانجيوما رايت انتر اوربيتال الليمفاتيك مالفورميشن او الليمفانجيوما طب الحاله دي سهله حد يقول لنا بتاع دكتور يوسف هنا قول لنا الديفرنشال دايجنوز بتاعها دكتور كل حالة تخش تقول سهلة سهلة وتخرج انت قولي قولي يا رضا انت هذا متكلم تقولي حالة سهلة والله معي كذا حالة مارشفها منها في abnormal signal كده فين موجودة جنب البيزا في البيزا جنب البيزا جنجلة كده هنشايفهم في symmetrical bilateral focal area of abnormal signal شبير hyper intense hyper intense في الفلير extending from A to A يعني احنا شايفينه من اول هنا طالعين حوالين temporal region او السلاماي طالعين فوق 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 وطالعين في الديب بريفنتيكولر دكتور في انترا بنتريكولر في بس في اول صوره في اللو كده لو انترا بنتريكولر فين ايوه اطلع ايوه دي الكرويد بالاكسس دي الكرويد بالاكسس ايه ده ممكن يكون ايه بلاتر سيميتري ممكن يكون ايه ده حاجه بقى هايبر انتنس ندخلها ديفرنشال دايجنوز مش شايفاها بيري بنتريكولر يعني مش شايفاها بيري بنتريكولر تكونش ممكن تخش ام اس ميسي يجي بلاتر سيميتريكال كده ماشيين مع بعض في حزة بعض إميس بتي متنطورة في كذا حتى ممكن يكون أي تاني أميوتروفيك هما تبع التراكت دي التراكت دي ده التراكت بتاع اللي ماشي في البرين أميوتروفيك لاتراسكيروس دي حاجة لونج البيراميدال التراكت يا دكتور عبدالله لونج البيراميدال التراكت فده أميوتروفيك لاتراسكيروس بين سيمتريكال أميوتروفيك لاتراسكيروس تنساهوش عشان بس سيمتريكال وبايلاترال وماشي زي بعض مؤمن زكريا باش لاعب النادي الأهلي كان عنده المرض ده كان عنده المرض ده مؤمن زكريا بلاش في ده تعبان على فكرة انا فاكر عنده بطل كره يا باشا لا يا باشا متشخص اميوتروفيك لاتراسكيروز متشخص انا افتكرته ام اس لا يا باشا متشخصينه اميوتروفيك لاتراسكيروز ما خلاص ده التراك ده هي اللي بتطلع وتنزل ما بيقدرش ده بيتي باين بيرسبيرتوري فيلير اللي هو لاتراسكيروز ريسبيرتوري ماسلز بيراليس مين يحفظ دي حاله سهله برضو ده يوزم دكتور تي 2 وده فلير وده انهانسمنت وورلي ابييرنس يا باشا وورلي ابييرنس فده انيوريزم ثرومبوز انيوريزم برشلس ثرومبوز برشلس ثرومبوز
هو الانيوريزم انت مش قادر تجيبه ما في اي حته كان مكانه مش شكله كده في ده في الانتيريور كوميونيكيشن يعني الانتيريور كوميونيكيشن هو قدامها شويه هو باظ لورا ده مش كومن اصلا في الانيوريزم مش انتيريور كوميونيكيتنج ارت انيوريزم دي حاله سهله مي قولي لنا مي تشخيصات من غير وصف استرجو اه في جايرال كلاسيفيكيشن ايوه يبقى بصي لو حسيتي لا في حاجه قبل ما غير الريسيشن تقول الهيمي اطرفي في الليفت هيمسفير ان كومباريزن تو ذا رايت اسوشيتد ويز جايرال باترن اوف كلاسيفيكيشن ويتش ابير فلو سيجنال في التويتد ايمجز ولما هتحان صبغه خد برضو ايه خد ليبتو منينجل انهانسمنت اه خد جايرال باترن اوف انهانسمنت فده استرجو لازم مع هيمي اطرفي في البريد ما بحد يقول لنا من الموضوع ده نشوف ثلاث حالات من دول لو تعبتوا وخلاص ما تعبتوش نكمل قول مين عن الدور الاست قول دكتور محمد اسد بسم الله هو في abnormal signal appears في يعني targeting the basal ganglia واخد ال rodate وال globus pallidus والبيوتامين وال ال signal heterogeneous في abnormal يعني في area of bright signal و area of low signal intensity ال ممكن تكون ايه دي؟ حسنا كالسيفيكيشن يعني ولا ما يعني مش معقول هنجيب لك كالسيفيكيشن في لا انا برضك مش مش متخيلها شويه مش هي لو شفت الصوره هو الايرن ديبوزيشن ممكن تعمل كده الايرن بس بيبقى له سيجنال قوي له سيجنال ما انا حاسه كله يعني واخد البيزل جانجل اكتر في الديوز اخي دي حته شاب دي انا هقول لك بس على اسمها الصعبه كده اقول لك اسمها سهل حاجه اسمها ايتيتيك كريبل عارف الايتيتيك كريبل هل سمع بالايتيتيك كريبل في قبل كده يعني ده جات له كورونا في هي زاله هي دايليتد هي دايليتد فيركاو روبر سبيس بيسموها ايتيتيك والله يا دكتور انا كنت اقول لك بس ما جاش في بالي كنت حاسس ان فيجنس كده دكتور شكلي سيربيجنس كده بس هوريكم حالات اوضح منها انت لو شفت الصوره اللي بعدها تبان احسن هي دي دايليتد فيركاو روبن سبيس هوريك بس يا باشا عشان يا باشا البايلاترال اوكسيبيتال بيرفنتريكولار وايت ماتر سيجنال دي في الواد عمال يربطهم مع بعض بيربطهم بحاجه انت فهم مش مع بعض اصلا انا كنت عارف اقول بايلاترال اي في ام تحس انها سيربيجنس حاجه كده هي, هي هي عارف انت الكلو بتاعها ايه الفيركاو روبن سبيس حد يعرف انا ما حدش اللوكيشن لا location. غير اللوكيشن تعملها فلير او مش فلير تكتفي خالص فلير اه لو راح في فلير اه لو دي عشان انت بتلخبط بينه وبين هل دي اسكيميك فوساي ولا دي اولد اسكيميك ولا البريفرال جلايوز يا باشا ما فيهوش ايوه ما تلمش ما بتشوفش في السيجنال خالص تلاقيها راحت خالص لا في التي 2 تلاقيها لك انت بلاقي فلير هي اللي بيوضح برضه دي ايتيت الايتيت كريبل ده دايليتد بتبقى احيانا كابيشيس بيركاو روبنز بس كبيره جدا فدرك تبقى زي السيف زي السيف زي السيف فما تبانش لكن لو برايت يبقى لايت هايت يبقى اسكيمي بس باثولوجي ايوه مظبوط لكن هو انت بتلخبط في الفلير يا دكتور بتبقى زي سي سي اف اصل دي يا دكتوره ممكن تتلخبط حضرتك بين الاسكيميك لاكرو انفارشن كذا واحده بس هي لما تبقى قليله فانت لما تعمليها فلير لو دي لو اسكيميك بان برايت وبرايت لكن لو بانت زي سي سي اف رمادي يبقى دي دايليتد فيركاو روبن سبيس تمام انا جايب لك كذا حاجه منها دي برضو نفس الكلام صعب قوي يا دكتور لو شفنا احنا متحنين بيركاو احنا متعودين بيركاو دي واحده ولا اثنين من الاقوال جاينت دايليتد بيركاو ايتيت بتاع ده جاينت دايليتد بيركاو ايتيت كريك ولا ايه مش عارف حضرتك جبتها منين كريبل ايتيت كريبل مكتوبه كده على النت هما ايتيت كريبل او جاينت دايليتد بيركاو روبن سبيس ماشي يعني مش هتيجي في امتحان بس انا شفتها فجبتها
يعني واحدة حاجة زي اللي فاتت دي ممكن أقول انكفالو ماليشيا حتة هايبر دينس كده أنا عارف تحط ديفرنشال كتير بالظبط مظبوط ممكن بس ما تنسيش برضو الدايليتد فيركاوربون سبيس هي أصل المسألة في الديفرنشال دياجنوز تمام لو جينا نوصف في ليجن هنا والليجن ده في ايه واخد انهانسمنت لما حنا لما عملنا له جريديان طلع فيه لوسيج لما عملنا بلاد فيه ومعه اديما والاديما نازله لغايه برين ستيم لو بصينا في هنا برضو في الفلير هنلاقي في ليجن تاني موجود في لو ممكن تحط ديفرنشال دياجنوز بقى تحط كذا حاجه هي مراجيك ميتاس تحط اي ديفرنشال دياجنوز كذا حاجه ماشي المالتيبلستي غالبا هي مراجيك ميتاس دي سهله دي كافيرنس ساينس بيلات الكافيرنس فيستولا ماشي اه كاروتيد كافيرنس فيستولا بيلات في بص دايليتد سالميدفين والدايليتد سالميدفين وفي دايليتد اوف سالميدفين يعني بي كاروتيد كافيرنس فيست ريتش خاصة من السي تي بالحلو قوي ده السي تي بتاع الحالة نفس الحالة وده الام ار مالتيبل كافيرنوماز كافيرنوما مال فورميشن باينه في السي تي هايبر دينس فيها كالسيفيكيشن في الام ار بتبان ايه هيتروجينس فيها سيجنال وفيها هيموسيدن او بوب كورن كالسيفيكيشن بوب كورن واللو الهيموسيدرين الهيموسيدرين اللو سيجنال في الجريديان ده الهيموسيدر دي الكافيرنوما كافيرنس مالفورميشن او كافيرنوما الحاله دي بس لازم حد يشوفها قبل كده انا شخصيا برضه ما ايش هو في الانهانسمنت في انهانسمنت في الباقي في الليبتومنينجيس في الفالكس والتيتوريوم بس ده طبيعي طبيعي صح بس عشان لقيت المنظر ماشي كده ما ده طبيعي ده طبيعي صح تمام الحاله ديت انتركرينيال هيبرتنشن ايوه انتركرينيال طب مين قال انتركرينيال برافو عليك عرفتها ازاي طيب انت سلو عايز اصبر يا رضا بس عرفتها ازاي ايوه ما انا بساله هو ايه تنسل نزل تحت شويه وفي السيريبيلر تنسل نزل تحت وفي ايه تاني انت سلو يا دكتور لا ما فيهاش انت سلو يا رضا لا هم قالوا احنا عارفين هي ترايت كده مع بعض اللي هو لا 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 ده لا ده البناين انكريز انتراكرينيال كرينشن ده حاجه لكن ده الميكلز كيف والبيتيوتري فيس ده انتراكرينيال بوتنشن هتلاقي في كرينشن بتلاقي كبيره يا باشا ده عارف ده حاجه ثانيه البرين هتلاقي ديفيوز برين سولين شايف صايف فيست اوفر ذا كونفكس شايفها وهتلاقي في تنصل الهرنيشن ممكن تلاقي الساينس كبيره يعني بص فيها ساينس انجورجمنت لما جينا حنين هتلاقي الساينس ماشي مع الفالكس هتلاقي فيها انجورجمنت برضه سوبر سايد الساينس ماشي ده انتركرينيال هايبوتنشن انا مش عارف ده هم يعني تشخيص بس مش بيبقى اللاترال فينتريكل اتينيوتد شويه ولا ملوش علاقه بس مش لا مش لازم مش لازم لا مش لازم بقى هو تشخيصه كلينيكال اكتر من راديولوجيكال بس يعني هم بتوع الراديولوجي لازم يدخل نفسهم في كل حاجه يعني حس نفسهم مهمين احنا دي سهلة دي طفل صغير يترش يا باشا في بريفنتيكال كالسيفيكيشن وفي حتة اسكيميك ده برينيتال او ترش سيتوموغالو فيروس ترش عارفين اي واحد منهم ده سيتوموغالو فيروس يعني اوموغالو سيتوموغالو فيروس طيب دوت بين بره الحاجات دي بتلاقيها لا يا باشا ده في حاجه اكسترا كرينيال يا باشا ده رايش ده ولا ايه ده حاجات لا لا ده ام ار رايش ده ام ار لا ده الكالفيريا يا دكتور في الكالفيريا في حاجه كده ولا ايه في انترا ماسكولار وتيمبوراليس ماسل تيمبوراليس كله في نوع من السيست الجويد اسمها ايه السيست اللي بتيجي انترا سيريبرال وفي تيجي في السب جالي النيوروسيستركوزيس النيوروسيستركوزيس برضه تيجي سبكوتينيوس كمان يا دكتور فيها حتت شايف الحتت السنترال هالوزاين انا شفتها بس ما دخلتش بس دي من على النت يا باشا ولا من من على النت لا ده ميت ميت وحللوه ميت وحللوه شوف تنسف سيست موجودين بالحاله دي سهله شوف حد يعرف يجيبها فيكم ولا كل حاجه 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 لا دي سهله والله والله كذا انا مره كتبت حاله زي كده
راحت لدكتور هو بعد كده المهم شك في التقرير وده لحد تاني قال له لا ما فيهاش الحاجه دي. راح هو كلمني قال لي بس والله هو كلينيكال ماشي كلامك بس انا مش شايف الكلام اللي انت كاتبه. قلت له يعني المهم فهمت يعني قلت له اصل ما اقرا عشان جديد انت مش هتاخد بالك منه ماشي عشان بس تعرفوها. بس مين يقول دي كاري يا باشا؟ في تونسيلر هرنيشن موجود في اول كات هنا ده. ايوه التونسيل المفروض التونسيل ما يبانوش ورا الـ ورا السباينال كورد كده. لا بس ده البيضله وبلنجاتها يا دكتور ده جزء من السيربيلا ما فيهاش كاري. لا مش اقول لك سهله من سهولتها مش هتعرفوها نورمال خلاص. بصوا من سهولتها سبع ركنود هيمرج. ايوه مين اللي قال سبع ركنود هيمرج؟ بص تيبيكالي سبراكنويد بان في الفلير بس. بص شايف سبراكنويد سبيس كلها مليانه بان هايبر انتنس كله ده بلاد. احنا مش عارفين الفلير ده بيعمل اتنويشن للفلويد فكل فلويد ما تبانش فيه. لكن لو شفت فلويد معناه ده ابنورمال فلويد نورمال اللي بيعمل اتنويشن فلويد لمركزيه الهورنس معاه برضو الفنتريكل نتيجه سبراكنويد بلاد كلها اتملت بلاد الفنتريكل ابتدى يكبر وفي بريفنتريكل معاه بالانترفنتريكل هيموريج برضو غالبا وابتدت الفنتريكل تكبر غالبا في اوكسيبيتال هورن فيها ليرنج اوف بلاد. لكن هو القصه كلها سبر كنا شايف الساي اوفر ذا كونفيستيك افيست ماشي هو دكتور بايلين اديما وهنا برضو في الانتر بيدانكوس سير ممكن في بلاد برضو بيريبونتايل كوادريجيمينال وبيريبونتايل. بس الفكره لازم هو متعود على سبر كنوت في السي تي ما شافوش في الام ار خالص. فبص شايف السبر كنوت سبيس كلها سميرت ويز برايت سيجنال برايت سيجنال بلاد ان نورمالي في لو فلويد الطبيعي بيعملوا سبريشن الفلير لان فلير ده فلويد اتنويشن فتشوف كل الفلويد عامل لها اتنويشن. لكن لو شفت فلويد سبركنويد يبقى ده سبركنويد هيمرج ماشي. ما تنساش ده لانه ممكن يجي لك عيان عنده هيتوج يعمل ام ار اي فلما عدى منك تبقى انت يعني مش حلوه في حقك ماشي. الفيرست اتاك سكند اتاك ممكن بيبقى نسبه الديس فيها 80-85% فده سبركنويد هيمرج. تعبتوا؟ يا باشا يعني مش تعبنا يا باشا بس عشان اللي راح يصحى بدري وكده يعني خلينا مثلا يبقى اخرنا واحده مثلا يبقى مثلا بقى الحاله دي وخلاص. طب قولها بقى انا الجرد ما انت دخلت قلت رايك انت يا رضا احسن واحد تدبس رضا هي بتدخل الناس كلها حاله سهله دي يعني. يا باشا دي يا باشا كبر نوم يا باشا. لا هو ليه لا ثواني يا باشا لا ثواني يا باشا اوصل الحل الاول ثواني يا باشا اوصل. بص ده سي تي احمد وده ده كلاسيفيكيشن فوق كده ده كلاسيفيكيشن فوق كلاسيفيكيشن انترا برينكيمال ليجن كالسيفايد هو مطر اديمه ماش افكت وبتاع ده ممكن يكون ايه اوليجودندرو ممكن يبقى اوليجودندرو غليوما ممكن يكون ممكن إيه رضا ما دام كده رضا بتدخل بتقولي دي من الاول كالسيفايد من جيوب يا دكتور ماشي يعني دي انتر اكزيل يا رضا ممكن يبقى حاجه فاسكولار كالسيفايد بس هي دايما الفاسكولار ما بيبقاش زي كده ما بقاش مع ماس افكت وإديما الإديما بيبقى ماس لا هي الاوليجودندرو غليوما اكتر حاجه تمام يا خلاص كده نوقف على الحاله دي ماشي بينا فاهم. ايوه بس دكتور حالتك حالات حضرتك بتجيبها صعبه يا دكتور حضرتك كده كده صعبه كده بتعب طبعا ما انا والله انا يعني بنصعب سنه بسنه سلم بسلم يا رضا. لا يا باشا حلوه الصراحه يا باشا لا النهارده يا باشا الحالات النهارده كانت في المتاحه ان شاء الله الحالات حلوه الصراحه ده لسه كمان فادي الصراحه منها يا باشا. لا يعني يا رضا زي ما احنا ما احنا قلنا اول مره بنسهل عشان نعملكم كنتوا الماجستير معاكم فانا كل خمس اتحاد بجيب حاله ماجستير بعد كده السيشن الثالث بس لسه السيشن نقعد فيه مرتين ده اللي احنا فيه نقعد محاضرتين فيه عشان نخلص لان انا احنا 100 واحنا وقفنا بصوا عند 117 ودول 312 مش معقول نخلصهم في المره الجايه هنشوف لو خلصناهم مره يبقى كويس. كنا خدنا 150 طب النهارده وخلصناهم يا جماعه ماشي يا دكتور انا عم تعب انا ما عنديش مشكله نكمل شويه يعني هلك هتقدر السيشن الجايه احنا صحنا دي نخلص دكتور عشان احنا يعني من اخر عايزين على يعني 10 واحده تقف ونقعد نذاكر بقى انتوا خلي بالكم ده حل ممكن يكون على 20 واحد يعني ده اعتقد الرينج ده المحاضرات الزوم مش بتعطلنا في حاجه ده حتى مع المذاكره ده هم ساعتين ثلاثه في اليوم يعني وبالليل كده يعني عشان بعد الليل واحنا مكملين زي الفل يعني محاضرات مش يعني ما احناش داخلين نظر عشان نقف من المحاضرات
مش عشان نلم النظري بس الدكتور علي مثلا بيه النظري والناس بدات تشتغل في النظري بجد مش عشان حاجه كله برضه بيسال في الديفرنشال دايجنوز كتير ماشي كنا عايزين نخلص افلام دكتور عبد الله بص نخليها مرتين دي نوصل ل 140 او 150 ونكمل مره جايه خليها مرتين وفي اصل اتنين سيشن تانيين كل واحده حوالي 160 حاله او 170 حاله اتفضل نكمل شويه نص ساعه كده ونوقف مفيش مشكله يا باشا ماشي يا بيه تشوفها بيه طيب ماشي اتفضل قول يا احمد قول احمد نجار سهله حالها ماشي بس ثواني بس الشاشه بس راحت من عندي ثواني بس مش عارف الشاشه راحت من عندك ثواني بس رجعها لك ازاي مش عارف لا لا ثواني ادخل تاني وادخلك ولا ايه لا يا باشا ثواني في الموبايل حد يا باشا يتكلم لحد ما طب قولي قولي يا ماجد على بال احمد مات ايه باشا قول اتفضل يا شيخ احنا عندنا في يا دي شكلها اكسل اكسل تو وده فلير ده ده بوست كونترست باش انا حاسس ان هي اكسترا اكزل هي اكسترا اكزل فعلا صح هي اكسترا اكزل ريستنج يعني سيف سبيس بواسع اللي حواليها بالظبط طيب هي ميكسد ليجن فيها سيستيك كومبوننتس وسوليد كومبوننت وفيها زي فلويد زي فلويد ليفلز كده تمام وفي الانهانسمنت هي واخده زي السوليد كومبوننت بتاعها حاسس ان فيها تروشنس انهانسمنت اه فيها تروشنس مظبوط ممكن ايه دي ماكس وهي ريستنج على الكالفيريال بون على الاكسيبت على الليفت اكسيبت الكالفيريال بون على الرايت انت مش عارف ليه الرايت على الرايت البتاع محذوفه عندكم هل الشاشه مقلوبه عندي ولا ايه ماشي عشان الصوره كانت مقلوبه عندي بس اه ماشي الرايت بص طب يا ماجد هو صح هي دي طالعه بون ولا طالعه من السيريبيلا هو ده السؤال والله يا باشا انا حاسس ان هي انا لا يعني بصراحه انا شايف ان هي والله اتلخبط بينه وبينك يعني تلخبط بس لا لو عامله بون يا باشا كانت تعمل بون ديستراكشن او تعمل بون مثلا مش ديستراكشن حتى تعمل سكالوبينج سكالوبينج صح ممكن معناش بون ويندو عشان نقدر نحكم او معانا حاجه ويندو ده ام ار يا ماجد بون ويندو اقصد يا باشا معناش حاجه سي تي يعني نحكم معناش حاجه سي تي اه ماشي تمام تمام بص طيب يا ماجد هي بص بون وليها وداخله جوه عشان البرين ده سوفت تيشو فهي مين الضعيف دايما السوفت تيشو لكن مين اللي بص ساعتك لو بصيت على الكاليفيريا البون اهو ماشي 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 هنا مش باينه يعني غالبا طلع بوني والفلويد فليفر ده كاركترستيك في البوني ليجن اه بالظبط ما انا بقول مش فلويد فلويد ليفل قصدي ممكن ماشي ما هو الفلويد ليفل اللي عندنا اللي بيعمل حاجه كاركترستيك في البون هو الانيزم البون سيست بس مش هيجي هنا في ما يجيش ليه يجي في السكال ما يجيش ليه في السكال يعني الانيزم سيست فعلا هو فعلا ده انيزم اول حاجات تانية يعني طب ايه تاني تقول ايه تاني الحاجات اللي بتعمل فلويد ليفل الجاينت سيل تيومر بيعمل الجاينت سيل تيومر ماشي انجكتيتك طبعا اورثو ساركوما بس دي شكلها طعم مش هيبقى هنا لان ده البن شكله كويس مش ديستراكت كويس ما هوش ديستراكت في شيء احنا بنفكر في حاجه بناين لوكينج فغالبا هي الريزم بن سيست هي فعلا الريزم بن سيست ماشي هي ده الريزم بن سيست ماشي والله مش بس عشان اول مره لا عشان اول مره اشوفه في الاسكال صعب تشوفه احنا لا يا دكتور ان الصوره تي 1 تحت دي تيبيكال بتاعه الريزم بن سيست اللي بنشوفها في البن العادي طب دكتور عبد الله بعد اذن حضرتك لو سن العيان كبير في السن لو سن العيان كبير على تحط حاجات كتير ممكن احط الهيمانجيوبلا سيتوماتيك ممكن تحط الهيمانجيوبلا سيتوماتيك اي حاجه طالعه ممكن بس هي الفلويد ليفل دي كاركترستيك ليه كاركترستيك ريزونانس سيست مش احنا قبل كده بصراحه حالا انا ما شفتهاش في السكالا انت متعود على البون وعلى المانديبول وعلى التيبيا والكلام ده لكن هي ممكن تيجي في السكالا ماشي باش دايما الباروتيد بيجي فيها وريتكم انا حالات قبل كده سيستيك ليمفادونايت مش عارفه اسمها بين السيست ليمف اوبيثيليال ما يا باشا الليمفوسيتك اسمها ربي ليمف اوبيثيليال سيست اه بتيجي دايما في سليفري جلاند وتيجي دايما في الباروتيد وفي سب لينجوال وتيجي في كذا سيست يعني هنا جايه في كذا حاجه حتى جايه في البكال كافيتي في حتت سب لينجوال ماشي فدي اسمها لينف اوبيثيليال الايه
تبقى بايلاترال وسمي بايلاترال سيوتيال، بس تقعد تفرقها بقى مع الباروتيد، لو جات في باروتيد تحط لها ديفرنشال كذا حاجه ممكن تبقى مش عارف ايه يعني الحاجات بتاع الديفرنشال بتاع الباروتيد ممكن تبقى كرونيك ناس. ممكن الجوجرين يا باشا ياخد يمشي معاك الجوجرين برضه يمشي معاك. الثاني منيوت بيبقى السيست بتاعته صغيره، الثاني بيبقى السيست بتاعته صغيره عن كده ماشي، بس تحط ديفرنشال دي ماشي. الحاله دي حلوه حد يتكلم فيها حاله الدكتور مين عايز يتكلم؟ احمد دخل ولا لسه؟ اه يا باشا يا باشا مع حضرتك يا باشا. قول ماشي. في يا باشا سيجيتال تي 1 بوست كونتراست ام ار اي اوف ذا سيرفايكال اند ابر دورسال سباين شوينج انترا ميدالري كومبلكس انترا سيستيك ليجن السين واخده لونج سيجمنت من اول الاودونتويد بروسيس تقريبا لحد الليفل اوف ابر دورسال مش عارف كام يعني. المهم ان هي فيها السوليد كومبوننت واخد انتنس هيتروجينس انهانسمنت. تمام ده الصورة الأولى. بعد كده في نفس الفايندينج موجودة في الأجزاء الإيمجز. وبعد كده في كورونا الـ تي 1 بوست كونتراست فات سيت للأبدومين في أجزاء تي 2 أو في أجزاء تي 2 وفي أجزاء تي 2 مورياني ليفت الرينال لور بول كومبليكس سيستيك ليجن برضو هيتروجينس نيوبلاستيك برضو لانه خد انهانسمنت لما حانته ده بص تمام تمام يا باشا. السباينال كورد ليجن دي باشا شكلها يعني استروسيتوما بتاخد اللونج سيجمنت ده. لا باشا ابن دايموما ماشي. طب هو ليه حاطط لك اثنين ليجن مع بعضك؟ دي تربيطه بقى. سندروم يا باشا ده سندروم يا باشا يا باشا ده يا باشا الانتنس انهانسنج ده باشا بتاع هيمانجيوبلاستوما في الكورد ومعاها رينال نيوبلازم فبالتالي فون هيبل سيل كارسينوما رينال سيل كارسينوما مع هيمانجيوبلاستوما فون هيبل فده فون هيبل مظبوط برافو عليك صح. والهيبل مع ايه؟ هيمانجيوبلاستوما مع رينال سيل كارسينوما. حد شاف فيكم حاله زي كده قبل كده؟ رضا اكيد شفت حلال واحد شر قد خليها في انا كده هيس مع حضرتك يعني. لا ده كده شايل برتبرة خاص ده ماشي على ايه يا باشا ده؟ اي ماشي على ايه؟ حاجه غريبه والله. مش ماشي الكورد ده ماشي تحت. مش ماشي ده مش ماشي ده يعني في سي 2 ودي سي 3 سي 4 مش موجوده مش موجوده ولا سباينس والعيان ماشي وزي الفول ما عندوش حاجة جاي بالصدفة يعمل ام ار اي. سبحانك يا رب فوتوشوب يا باشا. لا فوتوشوب لما عملنا له ام ار اي لقينا في حاجة مكان الفرتبرا في سوفت تيشو هو اللي مالي مكان الفرتبرا. لا مش قصدي سيست ده هو سندروم اسمه اقول لك اسمه ايه بيبقاش في ابليزيا في الفرتبرا خالص اسمها فيرتيبرا الابليزيا اسمه فون شالوب سندروم ابسنس دي كدبه ابريم يا دكتور كدبه ابريم والله ثاني بس يا رضا ابسنس سي 4 فيرتيبرا شادو في الاكس راي ويز نون سبيسيفيك سوفتوش دنسي ات ذا انترفينينج سبيس ذا اكسبكتد هايت اوف سي 4 از مينتيند ريليتيف تو ذا اكسبكتد ديستانس بتوين سي 3 وسي 5 ان ذا نورمال. الغريب بقى مكانه هي ايه؟ الغريب مكانها معمول مينتين لما عمل مراي لو في سوفت تيشو هو مالي مكانها ما المفروض لو دي فيرتبرا المفروض دي تنزل على دي المكان بتاعها مينتين والكورد يبقى كراودد بقى الكورد يبقى كراودد الكورد زي الفول ما فيهوش حاجه خالص. هو ده شايل راسه على ايده بقى شايل تدقه شايل ايده على دماغه وعلى ايده فده اسمه فون شالوب سندروم ابسنت سي في فيرتبرا. حاجه غريبه والله انا استغربتها لما شفتها وطلع عندي عايش ازاي. حاله سهله دي كنت بكتب تقرير وبعدين في واحد ماجستير بيكتب انا شفت الحاله دي فيوجن ايوه اسمه ليه اسمه كليب الفايل او فيل كليب الفايل سندروم بيبقى ايه البصير النور القرش كلهم فيوزد مع بعض وتلاقي الفيرتيبرا حجمها صغير ده اسمه كليب الفايل سندروم ماشي. يعني احيانا حاجه من الحاجات يقول لك سودو ايبيفيسيس
يعني الابيبسيس كلها بتلحم لكن احيانا يبقى فيها ما لحمتش كامله فكانه فيها جوينت موجود. فدي سودو سودو ابيبسيس في السكند ميتاكاربال بون. حاله سهله. ده بون اللونج بون يعني لونج بون بون يعني مش في بون. ايه في انفلتريت ليجن كده يا دكتور في ال فين هنا؟ لا اقرب حضرتك فين؟ ايوه بس لا ده الزون في ترانزيشن نورمال ما فيهاش حاجه كورتكس كويس المضله ما فيهاش مضله انفلتريشن. هي البون هنا سيكند شويه شكله غريب وفي مايلد اكسبانشن. دكتور حضرتك لو جبت البين اكس ري طلعتها شويه في تحت اوستريتيك ليجن كده باينه اهي دي عامله زي بيسموها كاندل فليم ابيرانس ده ده البجت صح ده البليد اوف الجراس دي البليد اوف جراس ايوه البليد اوف جراس ايه البليد اوف جراس ده برافو عليك ده هي نتيجه الاوستريتيك لي فيز بتاعه البجت بتعمل شكل الكون كده ايوه بليد اوف جراس ساين اسمه كاندل فليم ابيرنس هي نفس الاسم ده فعلا في الليتك فيز بتاع الباجيت ديزيز. برافو عليك صح يا ده باشا ده باجيت الكلوب بتاع ايه يا باشا ان في ما هي ده البلين دي من تحت هتشوفها هي بليد اوف جراس عارفاها ترجمتها اه يا دكتور منجل بتاع العشاء يعني بيجيبوا بالبليد بتاعه العاز بتاع الحشيش الحشيش جراس ما هي اصل الباجيت بتخش في كذا مرحله كذا ستيج فدي من الستيج في الليتك فيز بتاع الباجيت. كان في دكتور يجيب الحالات دي كتير بس هو تعبان دلوقتي ما بيجيش امتحانات ربنا يشفيه. ما حالات كتير زي دي حد يوصف لنا اقول لنا ديفرنشال حضرتك بتقلب في الصوره يا دكتور حضرتك بتروح وتيجي انا بقلب بقلبش والله واقفه تظلماني على طول. اه والله حد لاحظ فيها حاجه الصوره دي؟ وفي يا باشا يعني ريماركبل اوستيوبينيا كده واخده الكاربال بونز والديستال ريديوس والنا والبيري ارتيكولار سبيس بتاع الكاربو فالانجيال جوينتس تمام و ده في ده في الريست في الـ في اللانج في الاكس راي شيست في نودولار اوباسيتيز انفولفينج بوث لانجز. لا هو اصل دي بص احمد مش عاملها لك عاملها لك على البون يا احمد بالظبط ده جايبه بون ده جايبه عشان ريبس يا احمد ده رحت بعيد خالص دي هايبر بارا دي يا دكتور. لا لا بص بص كده يا احمد شوف في سمول بون اه يا باشا بوني ايلاند اوستيوبيكلوزس ده باشا ولا ايه؟ ده اوستيوبيكلوزس اوستيوبيكلوزس بالظبط كده في الفينجر في الكابيلا في الجرونويد انا عشان شايفها قليله شويه انا متعود تبقى كتير كده ده اوستيوبيكلوزس هتلاقي فيه مالتيبل سكليروتيك الروتك فصاي واخده الهيمورال هيد واخده الجلينويد والسكابولا بايلاترال السكابولا في حته واحده واخده الالنا والريديوس ديستالنا ريديوس كاربال والميتاكاربال بون عشان في الميتاكاربال اوستيوبيكلوزس دي سهله دي البانكيتاتا يا دكتور دي بيفيزيك بانكيتاتا اسمها اسمها ريزوميلك كوندوسبليزيا بانكيتاتا مظبوط يبقى في البيفيس كله معمول وايد انه في كالسيفيكيشن دي سهله برضه اوستيوبتروزس بون وزن بون عظم جوه عظم ده الاوستيو اوستيوبتروزس جايبين عشان بتوع الماجستير طيب دي شورت ميتاكاربال شورت ميتاكاربال بونز انهي فيهم الميتاكاربال اللي شورت 3 و4 و5 3 و4 و5 سندروم يا باشا ده كاركترستيك لايه دي تيرنا سندروم تيرنا بيبقى صباع واحد بس 4 رقم 4 الفورست لو الفورست بيبقى الفورس بس تيرنا ده فيوجن كمان فيها فيوجن ده فيها فيوجن فيها فيوجن مش بس هو الميلي شورت وفيها فيوجن مع البيز بتاع ده اللي هو حاجة زي الترنر بقى حاجة برضو جينيتك ايه؟ الكوندروبليزيا؟ لا لا كوندروبليزيا لا لا مفيش حاجة من الكوندروبليزيا في حاجة مع الترنر يا جماعة فاكر السندروم التاني اللي كان مع الترنر اسمه سودو سودو هايبر باراسيروديز سودو سودو كاركترستيك سودو سودو تلاقي فيها ثلاثة فينجر ماشي لكن الترنر بيبقى واحد بس ماشي أربعة دي سهلة
دي هيموفيليا يا دكتور؟ يا سلام بصورها لك بايدين الواد ورجل له. سهل. دكتور الفينتوز ده دكتور كان بتاع التي بي. ايس باينا فينتوزا. حد عارف ترجمة ايس باينا فينتوزا؟ دي عبارة عن تي بي داكتيلايتس. بالضبط كده. يا سباينا يعني شورت يقول فينتوزا يعني اكسبانشن وفي هواء جوه. انا قريت الترجمه بتاعتها اصلا. فده بيبقى تي بي داكتلايز. حتى جايب لك الشيست معناها انا كان عنده بالمونر تي بي بيقول لك يعني بيوجعها. لا انا عارفه شكلها دكتور بس برضه قلت يمكن تكون هيموفيليا ولا حاجه. لا سباينا فينتوزا هي تيبيكال تي بي سباينا فينتوزا دي بتيجي كتير في تشوفها كتير في سباينا فينتوزا. فيها اوستروتيك ليجن موجود في ال لا بقولي حطينا ديفيجن ديكنوس فيها بقى ممكن تكون بونسيست. بصي بصي ما تقوليش قولوا ليتك ليجن دايما في ليتك ليجن موجود فين؟ موجود في الميتافيسز في البروكسيمال تيبيا. اوكي الزون في ترانزيشن نارو ولا وين؟ نارو وال وفي سكليروتك حاسه دي سكليروتك مارجن. المارجن بتاعها والديفايند. والديفايند طب واصله لا الميتافيس مش واصله ماشي معاش بون ديستراكشن معاش باروسيس اوف تيشو كومبوننت. ايه ديفرنشال دايجنوز بتاعها؟ سيمبل بون سيست انيوريزمال بون سيست مظبوط غالبا انيوريزم فيها سيبتيشن وفيها مايلد اكسبانشن. ممكن تسيب ما تجيش معانا برودس ابسس ما تجيش برودس ابسس بيبقى معاها سكيدروس برودس ابسس. هي سنترال يبقى غالبا سيمبل يا انيوريزم هي بس طلعت انيوريزم بون سيست مايلد اكسبانشن فيها سيبتيشن جوه. دي ده هيموفيليا يا دكتور؟ هيموفيليك ارثروباثي وايدنج الانتر يعني انتر ارتيكولار نوتش وفي سترايتد في سترايتد البون وفي زي بتاع ده هيمو ارثروسز شفت دي هيمو ارثروز هيمو ارثروز ده الهيموفيليك ارثروباثي. وعلى فكره فيها دينس ميتافيزيال باند تيجي برضو في الهيموفيليا برضو في دينس ميتافيزيال باند مظبوط صح. بصي ده بيجي لك كتير ام ار اي للاسف بس ممكن في تحس ان هو سيجل كده سيجل يا دكتور. ايه السيجل ده؟ اللي هو الروسي باستراتيس. لا هو بص في سوفت تيشو سويلنج موجود جنسل تيومر. ايوه ده جنسل تيومر وبتلاقي معاه ايروجن روجن. بيجي لك كتير ام ار اي جنسل تيومر تلاقي العين جاي لك معاه بتاع ده فتلاقي في سوفت تيشو موجود ليجن موجود في البروكسيمال انترفيرنجال جوينت ومعه مع شويه اروجن في البون تحتها وجوينت سبيس اللي ريليتيفلي ممكن مع الوقت تلاقيه حصل في زي ناروينج في الجوينت سبيس. هذا جنسل تيومر مشهور قوي بيجي لك ام ار اي دايما ما بيجيلكش اكسري كل اكسري تشوف ده اوستيو بس استريت. ايوه اوستيو بس استريت شايف الفيرتيكال استريشن موجود واخد كل البون فدي اوستيو بس يا استاذ مع اوزجود اشلتر ولا ده مش اوزجود؟ لا ده لسه تبي ده نورمال ده نورمال لسه ما حصلش فيه. لا مش اوزجود اشلتر. ده في بيرؤستر اكشن كده في التيبيا وفي في بيرؤستر اكشن في الديستال تيبيا والديستال النا وريدياس قصدي ماشي. وعلى فكره في البون في برضه في الميتاكاربال في الميتاكاربال في ايوه في الميتاكاربال برافو عليك في الميتاكاربال بون برضه في بيرؤستر اكشن. ندخلها اسمها بقى اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ بالاوستر يعني؟ نتيجه لايه؟ تيجي نتيجه ايه؟ بالمونر اوستر ممكن تيجي نتيجه هايبرتروفيك اوستر ممكن تيجي بالمونر تيجي لاي حاجه ممكن تبقى هايبرتروفيك اوستر ماشي. زمان كانوا يقولوا بالمونر لان هي تيجي اوقات للجي اي تي برضه الجي اي تي تيجي في كذا حاجه بالظبط. اخر حاله يبقى خلصنا النص كده عشان المره الجايه باسكر نكروزز في النافيكلر بون. اسمها لها اسم في الكبار لها اسم وفي الصغيرين لها اسم. الصغيرين اسمها ايه؟ اول حرف فيها كولر 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 ديزيز كولر اسمه كولر. كولر؟ في الكبار اسمها ايه؟ مانروفيس. ايه؟ مانروفيس اسمه مانروفيس مظبوط. حلو كولر يا دكتور وخلاص خلاص يا كولر في الاطفال. خلاص كده احنا وصلنا النص بتاع نخلص النص الجاي المره الجايه ماشي. شكرا دكتور عبد الله شكرا بيه. العفو خلاص دول كانوا سهلين يا دكتور بقى دول كانوا سهلين بصراحه. دول سهلين خلاص ان شاء الله المره الجايه نكمل بقيه عشان نخلصهم لكم في المحاضره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله ابعتي لي تسجيل والنبي رضا على البتاع. حاضر اول ما حضرتك تخلص بيجي لي بس على الايميل بتاعي ان الكلاود ريكوردنج ببعته على طول. حاضر شكرا. احنا عايزين نبتدي المره الجايه بدري شويه معلش يا دكتور.
والله عندي شغل عشان ما اخلص شغل والله المشكله نفسي والله. لو انتوا زنات ممكن اديكم يوم اكسبشن برا الحد الصبح الساعه 10 الصبح 11 3 4 5 نوم صعب. ما نشوف الناس. انا بالنسبه لي ممكن اظبط يوم الصبح لكن هم بالنسبه للناس يا دكتور نشوف الناس هشوفهم. طب يا دكتور نتفق. هو انا ممكن احنا في شهر 12 انا ممكن عايز اخلص لكم والله في شهر 15 واحد لان ممكن اسافر بتيجي نص سنه وما عندي سفريه. فعايزين 15 خلصنا الفيلم ريدنج ماشي. هو متوقع يا باشا الامتحان في اخر واحد ولا في نص واحد مثلا حضرتك؟ لا اخر واحد على حسب. يا احمد اخر واحد اعتقد على حسب على حسب النتيجه اللي تطلع بتاع التحرير يا احمد. اي تمام. هم لسه يا دكتور قدامهم يعني امتحان الثلاث وهي خلاص قول الثلاث اللي بعده خلصوا أيوة. لا سبت ليه الثلاث الخميس الورقه أيوة الثانيه بعدين البطله السبت بتوع الدبلومه خلصوا 6-1 اخر حاجه بتوع الدبلومه ما كده نقعد نعلم بقى طيب يا جماعه مش قبل 20-1 صدقوني يعني ان شاء الله يعني يا دوبك لو خلصنا 15 الخمس ايام لو هنعيد حاجه نسمعها احنا ونذاكر احنا هنشوف ربنا يسهل بس ان شاء الله المستعان. ماشي يا دكتور خلاص. السلام عليكم. ماشي عليكم السلام. ماشي اتفضل يا استاذ. السلام عليكم. وعلى خير. سلام عليكم.